احنا بنتكلم عن الطب والاطباء. الطب والاطباء في مصر القديمه، هنزلف من كعادتنا، هنطلع من الطب والاطباء ونقول اثار ونقول تاريخ خارجي ونقول الاب تو ديت اللي بيحصل اليومين دول والحاجات اللي احنا عملناها ما بين لما قابلتوني الشهر اللي فات وقابلتوني الشهر ده. انتوا لو بتحبوا تيجوا الساقيه. الطب والاطباء في مصر القديمه هو علم الطب زي ما كلنا عارفين، هو علم زي ما تقول متغير يوميا، وكما شرحته من قبل هو كأنه يتغير كأنه القمر والشمس، يعني زي الليل والنهار. الطب ده عامل زي كده، تصحى بكرة الصبح، احنا طول عمرنا مثلا جيلنا احنا طول عمره متعود على ان لو عندك حبة برد تاخد حبة شاي وتعصر عليه ليمونة والصبح هتبقى زي الفل. اكتشفنا بعد كده بعد مليون سنة ان اي مية سخنة تخش في الليمون بتبوظ الليمون. فاذا ده اللي انا بتكلم فيه، تقعد على موروث مدة طويلة جدا. ليه انا ببتدي بكده؟ علشان لما اجي اقول لك ان في من 4000 ومن 3000 سنة جدك الكبير وجدتك الكبيرة عملوا هذا التقدم الرهيب في الطب، فلازم ان شاء الله نقدره، لان التقدير هو في مادة بتتغير كل يوم بسرعة غير طبيعية. اتنين، ايوه في مصر القديمه كان في محاولات للسحر وكان في محاولات لخداع الناس بطريقه معينه، ها، واحنا عندنا شبه لهم وعندنا ان التعابين ديت خلوا العينين الناس تشوف، يعني كل هذه القصص المشهوره اللي احنا بنؤمن بيها. وكان هناك طلاسم، يعني كنت انت ممكن تكتب ورقه ها علشان تواجه مرض ما، فده كان برضو موجود. فانت ما تقوليش ان كل حاجة كانت عبقر، لا، كان في حاجات بتحصل برضو احنا ممكن نعتبرها مش مظبوطة يعني. فانا بس عايز اوصل لكم ده علشان انا غالبا ما بأتهم بحتة انت بتقولينا كل حاجة حلوة، طب اخبار الوحش ايه؟ قلت لهم لا، قلت لهم انا اول واحد قلت لكم انها ما اسمهاش الحضارة الفرعونية. فالناس بس هي بتنسى الحتة دي، يعني انا لما بقول الكلمة دي بيتخضوا، بل ان في مذيعين بيخافوا مني، بيخافوا، تحس ان في خوف في عينيهم، يعني اللي هو ده جاي منين، ده مش تبعنا ده. لا، في مفيش حاجه اسمها الحضاره الفرعونيه، لان انت لما تقول الحضاره الفرعونيه انت بتتكلم على الفرعون، ولقب فرعون زي ما اتفقنا قبل كده 500 مره ان هو جاء من الاسر ال 18، يعني انت لما بتقول الحضاره الفرعونيه انت قصدك كل ال 17 اسره اللي قبليه ده مفيش ولا استفاده منها، يعني انت ما بتتكلمش على ال 17 اسره دي لما تقول الحضاره الفرعونيه. ليه؟ لان مفيش واحد اخذ اللقب بتاع فرعاء او فرعاء او فرعون. كل ما هو ياتي بعد 18، بعد الاسره ال 18 من اول اخناتون تحديدا، هذا الملك الطيب امام الجميع، انا شخصيا انتوا عارفين انا بيني وبين اخناتون وكليوباترا وحتشبسوت الشله دي بيني وبينها يعني ما فيش عمار قوي يعني. لكن القصه واهميتها في ان جاردنر مثلا بيقول لنا، جاردنر ده اللي هو انا بعتبره نمره 2 بعد شامبوليون في الكتب اللي انت ممكن تذاكرها في الهيروغليفي، يعني اقوى من بادج كمان، لان بادج فيه غلطات، وبادج بقى نكته يعني للاسف الشديد بقى نكته حتى في فيلم ستار جيت اللي هو الفيلم بتاع الهرم اللي بيطير ده ومش عارف ايه، لو انتوا كنتوا بتشوفوه. فهو دخل عليهم عالم الاثار فلقاهم كاتبين كده هيروغليفي مترجمينه على السبوره، فقال لهم هو دو يوز بادج، يعني فاللي هو ايه انت بتستخدمه ايه بادج، انتوا لسه بتستخدموا كده يعني، فاللي هو ايه بقت نكته. ومع هذا تحيه كبيره لبادج، كتبه عندي في المكتبه، ارجع لهوش كتير قوي لكن كتبه عندي في المكتبه، نحييه ونقول له شكرا على المجهود اللي انت عملته. وبعد 500 سنه حد يجي يقول لك كان في واحد بيقول للمصريين على تاريخه غلط، اخطات في اخطات، ايه احسنت فاحسنت، ويبقى كويس كده، سلام عليكم، عليكم السلام. طيب، فاذا جاردنر بيقول لنا ان مفيش ملك اتوجد بلقب فرعاء فرعاء فرعون قبل اخناتون، هاتوا لنا واحد قبل كده له اثر مكتوب عليه فرعاء واحنا نتكلم. ايضا انا عندي مشكله كبيره قوي في حته ان انت تسمي حضاره باسم ملوك، انا عندي مشكله في كده، وعندي مشكله كبيره جدا تقول ايه في عصر الرئيس فلان الفلاني، احسن لك تقول لي الارقام مثلا بتاعه السنين، او تجيب لي سيره واحد مهم في المنطقه اللي هو كان بيتكلم فيها. لو انت بتتكلم في الطب فتقول لي مثلا كان في دكتور في السبعينيات مشهور جدا اسمه كذا، مشرفه رحمه الله عليه عمل كذا، موسى مثلا عملت كذا، واخده بالك، مشيره موسى عمل وهكذا. النهارده بنتكلم على الطب والاطباء، اول حاجه حكايه ان انت بتبتكر علم، ادي نمره، يعني عد معايا بقى المعجزات، بعد معايا العبقريه دي بقى بتاعت المصري القديم. اول حاجه انت بتبتكر علم، يبقى دي اول حاجه انت ابتكرتها. ما معنى كلمه ابتكار؟ معنى كلمه ابتكار ما كانش فيه وبقى فيه، حلو كده، ما كانش فيه هنا. احنا طول عمرنا بنحب الصاوي، ليه بنحب الصاوي؟ لان كلنا بنقعد مع بعضنا لغايه دلوقتي بعد مليون سنه نقول ايه دي كانت ملقى قمامه وتحولت الى اكبر، انا في رايي تحولت الى وزاره الثقافه، خلاص. طيب، فنفس الحكايه انت بتبتكر حاجه عشان تحل. طب يبقى ده معناه انها ملهاش دعوه بقى لا بناء هرم ولا بمسله ولا بهندسه ولا بكذا، دي ليها دعوه بحاجه
انت محتاجها، اللي هي ايه؟ باباك في حالة ألم، مراتك بتولد، ابنك جاله سخونية. انا بتكلم هنا من 5-6-7-12-16 ألف سنة لو تحب. ولذلك انا هفاجئك واقول لك ان اول عملية تربنة في المخ في الجمجمة لقوها في العالم، لقوها ترجع الى في اسبانيا. لقوها منحوتة، ولقوا جماجم مخرومة مثقوبة. وانت في مصر بنقف قدام معبد كومومبو، لما بيجي لي شغل في مؤتمرات طبية عالمية، وده حصل كتير الفترة اللي فاتت الحمد لله، ما بين الأقصر والجونة والألمانية والجامعة الألمانية وكده وسفريات وكده، اكتشفوا فيه على فكرة في اسكندرية الفترة اللي جاية ديت في 6000 جراح قلب من العالم هيتقابلوا. فدي وكلموني ومش عارف ايه، لما بوريهم أداة واحدة، لان انت في المؤتمرات دي ما بتاخدش ساعتين زي هنا، المؤتمرات دي بيبقى نص ساعة، ساعة بكتير قوي قوي قوي، ساعة لروب كده يعني 20 دقيقة. فبوريهم الكرينيو كلاس، وده انا هوريه لكم. الكرينيو كلاس ده آلة، أداة جراحية للثقب او ثقب الجمجمة، عشان اخش واعرف اجيب البرين تيومر من جوه، او الايه هذا الورم في المخ. فانا كان عندي مشكلة في الموضوع ده. طبعا بالنسبه للانستاتيك اللي هي النوع من انواع التخدير، هو كان عنده التخدير، وصل لمرحله التخدير المصري القديم ما فيش مشكله، واستخدم في التخدير حاجات كتير جدا، منها الافيون، ومنها البوبي فلاور يعني كان موجود، وده مرسوم على المقابر يعني، اللي هو ازاره الخشخاش يعني، وكذا، دي مرسومه ما عندوش مشكله في ديت يعني. وفكره الحشيش وفكره مش عارف ايه، بحيث ان هو ياخدها ويستخدمها كايه، زي المورفين مثلا في العمليات دلوقتي. والحقيقه الكتابه الهيروغليفيه لكلمه الحشيش هي شمشمت، فانا فكرت شويه في الكلمه دي وقلت في علاقه يا ترى ولا ما فيش علاقه. فحتى دي فيها علاقه في اللغه يعني، شمشمت وعلاقتها بالمخدرات يعني. وهو التاريخ جميل يعني، هو التاريخ طول ما انت ماشي ما بين شمشمت وبعدين المخدرات وبعدين الفرقه اللي راحت تاخد حي. انتوا فاكرين لما القاهره اتبنت، لما القاهره، بص انا بنط بيك لفين، القاهره لما اتبنت زي ما انتوا عارفين كانت مبنية صغيرة، وما كانش اسمها القاهرة، وكان اسمها المنصورية. القاهرة عندما بنيت اولا كان يطلق عليها المنصورية. ليه؟ عشان بابا المعز، والد المعز لدينا الفاتح، اسمه منصور، هو كان يحب اجداده قوي، ونبش قبورهم، طلع قبورهم كلها من الارض هناك في المغرب العرب، وراح واخدهم وراح مرتحل لما جاور الصقل اللي قال له تمام سيادتك يا فندم، يلا تعالى القاهرة جاهزة لك، اللي هي بقى المنصورية، وبعد كده بقت القاهرة. فلما راح هناك جت الفيالق بقى والفرق تطلب منه بقى اماكن عشان يعيشوا بقى في المكان، زي ما يكون مثلا ايه، في انت سمعت عن مشروع مثلا عايز تتجوز، فسمعت مثلا عن مشروع مش عارف الشروق ايه بتاع ايه، فبتروح بقى 120 متر بكذا وتدفع ايه كده. فهم راحوا فراحوا فالفرقه دي راحت متاخر بقى، فكانت القصه كلها راحت، واخدوا حته في الاخر بس القصه كلها راحت. قالوا طلعوا بقى من عنده في المقابله يقول لك رحنا في الباطل، خلاص راحت علينا يعني، رحنا في الباطل. فاطلق عليهم المصريين بقى اللزاز اللي معديين بقى، دول الباطليه، الناس دي اللي قاعده دي في المكان ده، المكان ده اسمه الباطليه باللام، والباطليه تتحول الى الباطنيه. وما تنسوش ان في الشيعة يوجد سكت، يوجد فرقه هامه جدا اللي بيدرس الشيعة وفرق الشيعة، اسمها الفرقه الباطنيه، ودي فرقه من الاسماعيليه. فبرضو ايه، خدي بالك. اما بالنسبه للغه، فأنت لديك مثلا فرقة الحشاشين أو الحشاشون، لكن هي عاشت في الموروث بتاع الأجنبي الحشاشين، واختلف العلماء ليه هم تسموا كده. فمنهم من قال أن الشباب لما كان بيحاول يغريهم أنهم يخشوا معاه، لأنها كانت فرقة قتلة يعني، كانت فرقة قتلة محترفين، وكان عندهم احتراف عجيب قوي في قتل، كان بيعملوا حاجات غريبة قوي في ازاي يقتلوا، وكان عندهم صبر، وكانوا يصاحبوا اللي هيقتلوه، يصاحبوه بالسنين لدرجة ان هو يثق فيهم، يقعدوا يقربوا على الحاكم، يقربوا على الحاكم لغاية لما يبقوا قريبين جدا من الحاكم يضربينه بالخنجر، اللي هو بقى وصلوا للمرحلة ان هم يبقوا قريبين من الحاكم لهذه الدرجة. واخد بالك؟ اقوى بقى، اقوى واخطر. ليه؟ لان هو جاء لهم، هم لماذا اطلق عليهم الحشاشين؟ لان هو في الفكره بتقول لك ان كان هو بيديهم حشيش عشان يشوفوا الحاجات الحلوه، فيقول لهم دي الجنه اللي انتوا هتروحوها لما تؤدوا الاداء اللي انا عايزه منكم. طبعا عندهم طبعا حسن الصباح ده كان رهيب، وكان عنده فوق قلعه الموت،
وقلعة ألاموت ديت كانت قلعة النسر، كانوا مسمينها كده قلعة النسر، وانتوا عارفين النسر هو أعلى عش في الدنيا، يعني أعلى عش في الدنيا في الحياة هو عش النسر، ما حدش بيعرف يوصل لعش النسر فوق، فهو عمل العش ده فوق وكان صعب جدا حد يغلبه، وطبعا صلاح الدين الأيوبي، وتمت محاولة اغتيال صلاح الدين الأيوبي، وكان في محاولة منهم قيلة في التاريخ انها كانت قريبة في الخيمة، يعني اللي هو ده بيعمل كده وده بيجري كده وده بيروح كده وده بيعمل كده. مش هو ده موضوعنا، بس في الاخر خالص الموضوع بتاعنا اللي انا عايز اقول لكم عليه، ان فرقه ان هم كانوا الحشاشين، وبالتالي الاجانب كانوا درسوهم وقالوا انها فرقه الحشاشين. طبعا الاجنبي ما عندوش في الانجليزي حرف الحاء فما يقدرش يقول حشاشين، فراح قايل اساسين، ومن هنا راحت جايه اساسنز اللي هم المغتالين او القتله، تو اساسينيت اي تغتال او تقتل، كويس كده. فهنا كلمه اساسنز جايه من اساسيني، لا جاي من الاساسيين، جاي من حشاشي. فاللينك غريب جدا في التاريخ، وطول ما انت ماشي انت فتح بقك منبهر بازاي كل الحضارات دي عماله تنقل من بعضيها. ها، وانبهاري انا شخصيا بعد 29 سنه قراءه متواضعه في التاريخ، بعد 29 سنه ان بعد كل هذا النوع من انواع الروابط اللي انا عمال احكيها لكم بقالي 25 سنه ولا 20 سنه، في الاخر خالص الناس دي بتتقاتل مع بعضيها وبتموت بعضيها. ده اللي انا مش قادر افهمه في النفس البشريه، لما انتوا كلكم عمالين تتقابلوا مع بعضيكم. يا راجل ده في فن اسمه الفن الصليبي في العماره، يعني طب انت خدت منه هو فن اهو مثلا، والصليبي مثلا يروح يضرب قتلك في اسبانيا، طب انت بتقول اسبانيا دي لا، بعد ما المسلمين سابوا اسبانيا جريوا الاسبان قالوا لهم تعالوا الله يخليكم مش عارفين نشغل المصانع بتاعت السكر بتاعتكم، انتوا اللي كنتوا مشغلينها، طب طلعتونا ليه من الاول؟ يعني في حاجات كده الواحد في التاريخ بيقول النفس البشريه دي نفس عجيبه جدا، ومش هتقدر تعملها كتالوج. وخصوصا ان انا الكلمه اللي انا قلتها الاسبوع اللي فات لما كنت في راديو مصر، وقبل ما اخش فالاستاذه المذيعه بتقول لي هنتكلم النهارده والشعب المصري ومش عارف ايه وبتاع، فقلت لها الشعب المصري، انا ربنا اكرمني وكتبت حوالي 25 30 كتاب منهم قاموس في تاريخ مصر، قلت لها اصعب كتاب هتقولي لي عليه واديتيني فلوس ومش هكتبه اسمه الشعب المصري، مش هعرف اكتب كتاب عن الشعب المصري. كتبت عن كل حاجه عايزها، كلمت عن قلعه قايتباي، كلمت عن السلطان حسن، كتبت كتاب عن هاليكارناسوس، ضريح هاليكارناسوس كتاب كده صغير، كتبت عن حدائق باب المعلقه كتاب صغير، ضريح تاج محل اللي انت عايزه، فنار الاسكندريه، كله. تيجي تقول لي يا بسام خد مليون جنيه واكتب عن الشعب المصري، يقول لك ما اعرفش ملوش كتالوج، ملوش، ما تقدرش تكتب له، هتشرحه ازاي؟ انهي فصل هتكتب فيه من فصوله؟ الفصل اللي كان معقد الدنيا فيها وحاطط في مبنى 2 مليون و300 الف حجر، ولا الفصل لما جاب واحده ست وحطها رئيسه الدكاتره من 4000 سنه ونص في الوقت اللي انت كنت فوق في اوروبا بتضربي بالقعصيه فوق دماغك ومحطوطه في كهف مظلم؟ ونتكلم على الكهف المظلم ليه؟ لحد اوائل القرن العشرين الانجليز بعظمه لسانهم قالوا لي وانا في انجلترا ان الستات كانت بتتباع، اوائل القرن العشرين الميلادي، وكان يخرج الرجل مع زوجته ويقابله احد في الطريق يعجبه زوجته فيقول له اشتريها منك، يقول لك قابلني في البار، والقصه الشهيره بتاعت الاثنين شيلن والمشروب، اثنين شيلن مش بتوعنا، اثنين شيلن انجليزي يعني، ومشروب في الحانه، لازم تقولها كده في الحانه، فيشرب مشروب في الحانه وياخد 2 شيلن يطلع يلا حبيبتي بالسلامه. طب الحب، الحب ما سمع السلامه، اركني على جنب علشان خلاص دول شيلنين يا ماما، انت بتهرجي، دول شيلنين، ده انا ابيع بكذا عشان شيلنين ومشروب في الحانه، حاجه اخر حانه بصراحه. فين حقوق المراه اللي انت بتتكلم عليها؟ فين لما اقول لك فاطمه الفهريه عملت اول جامعه في العالم، وبعد 1000 سنه من فاطمه الفهريه 800 وي في فاز المغرب تعمل اول جامعه في التاريخ مع الجامع بتاعها اللي هو جامع قرويين، ويتعمل بعد كده جامع حواليه، بعد 1000 سنه 1800 تطلع امريكا توقف واحده ست تدي درس، اول واحده وقفت كده في حته تدي درس في الولايات المتحده الامريكيه كانت 1800. قبليها ب 1000 سنه كانت اختك فاطمه فاطمه بنت عبد الله الفهري القيرواني، يا جمالك وجمال اختك مريم الفهري، طلعت بنت مسجد الاندلس، يلا على المشي برضه عشان يعني العيله كلها تبقى لذيذه يعني. ايه ده؟ ايه العائلات دي؟ ايه العائلات الحلوه دي؟ امال احنا ليه عملنا حاحه وتفاح؟ الخيبه اللي احنا فيه، يبقى ايه بقى؟ يبقى ايه فايده اللي انا بقوله لكم بقى ده؟ ايه في التاريخ ده اللي انا عمال افكركم بيه كل شويه؟ ان مش انا اقعد اقول وكنا زمان، لا انا مش بعمل كده، انا بعمل كده بقول لك ايه، فاكر اول طبيبه في تاريخ، فاكره فاطمه الفهري، طب ما تيجي اعملي فاطمه الفهري، طب ما تستحضري الشخصيه دي، انا مش عايزك مش هتبقي فاطمه الفهري، عايز 70% منها يا ست، انا مرتاح،
بيسيشت اول طبيبه في التاريخ ولا هي كانت تاني طبيبه في التاريخ؟ اهو ده كمان، لان احنا كنا عدنا 100 سنه نقول بيسيشت هي اول طبيبه في التاريخ زي ما هنشوف الصور، واجي افاجئك واقول لك ده اخترعوا لنا اسم تاني دلوقتي لواحده اقدم منها بس ملهاش اثر مصور. فانا قصدي اقول لك استحضار الشخصيه، علشان فكره ان انت محبط دلوقتي، يعني لو انا جيت قلت لك انتمي لمصر ما عادش نتكلم بقى. يعني انا 90% من اصحابي شباب، حلو، فانا اقول له انتمي لمصر لانك اول ما هتتخرج من الجامعه دي هتلاقي وظيفه ب 2000 جنيه هيعمل ايه؟ مفيش داعي، مفيش داعي نشرح هيعمل فيها ايه، خلاص مفيش داعي عشان بس الاحراج. خلاص انتمي لمصر لانك اول ما هتطلع هتلاقي المواصلات والشوارع جميله، وهتلاقي عربيه حلوه كده اهوت ب 10000 جنيه تقدر تشتريها. انتمي لمصر عشان اول ما هتتخرج في خلال سنتين بالكتير قوي هيبقى عندك شقه في الشروق، وهتقدر تتجوز ويبقى معاك اربع خمس عيال يقعدوا يوقوقوا ويطلعوا عينك فتطلق مراتك. طب العيال بيوقوقوا تطلقها هي ليه؟ لكن لو جيت قلت لك انتمي لمصر عشان يوم من الايام، يوم من الايام انت في سنك ده كنت بتعلم العالم، فاوعك ترجع لي وتقول لي اصل انا لسه صغير ولسه الحياه قدامي طويله. ما تنام شويه، ما تريح الظهر. لا يا حبيبي، ما فيش حاجه، انت لسه صغير. جان دارك يا استاذه، جان دارك قاده فيالق الجيوش ضد الانجليز، انتصرت انتصارات ملهاش حل، عملت ثوره في العالم كله باسمها الى يومنا هذا بتدرس وبتذكر فيقبضوا عليها ويحكم. وكان القبض عليها كان حاجه تضحك، تضحك. جان دارك لما جت قبض عليها وسجنوها، سجنوها لانها بتلبس لبس رجاله، يعني المفروض انت ما تلبسيش لبس رجاله، تلبسي لبس ستات. وكان اقوى عذاب لها في السجن ان هم يقولوا لها البسي لبس ستات. هي بقى هي بتاعت شغل، مش عايزه بقى دي ومش عايزه دي ومش عارف ايه، والشعر والشامبو بالنخاع والكلام ملهاش في القصه دي. الست دي طالعه بتحارب علشان شايفه ان بلدها اتظلمت. قادت الجيوش ومسكوها وعدموها بالحرق، يحطوها في خشبه كده ويحطوا خشب تحتيها ويولعوها، فتقول لهم ارفعوني شويه فوق كده عشان اشوف بس من بعيد. يعني كمان الاستاذه بتهزر قبل ما تتحرق. ايه القوه دي؟ جان دارك اعدمت وهي عندها 19 سنه. انجازاتك، انجازاتك، اعملي لي لسته. اللي عايز يتجوزني يقدم لي طلباته، ولا يقول لي مش عارف مواصفاته، ولا كانت الاغنيه بتقول ايه؟ خلاص حاجه يعني. فهي ما بين، بص خد بالك، هي ما بين شعره الاحباط وما بين شعره ان انت تاخد وتبتدي. انا لو كان الضغط اللي ضغط عليا لما كنت باجي لكم هنا في 2006، للناس القديمه اللي معايا في 2006 كان يجي لي ناس يقولوا لي استاذ بسام ماين شويه، انت عمال تخبط في هيئه الاثار وتطلع مش عارف المعبد ده بايه، وتطلع ان شارع المعز فيه ايه. وهنا على الشاشه دي انا وريت صوره لجامع الاقمر وقدامه واحده، وطلعت في التلفزيون كانت هذه السيده بتعمل عدس قدام جامع الاقمر في المعز، وانا وقفت قدامها وكنت هتهبل على العدس بتاعها. لا، حته عدس شكله يهبل، بس ما ينفعش عدس قدام شارع، قدام الجامع الاقمر اللي هو اجمل واجهه جامع في العالم. مش كده، ده الواجهه التي عشقها المسيحي قبل الراجل اللي عملها، فاخدوا ديزاين كامل منها وحطوها وشالوا الموتيفات الاسلاميه والاسماء المسلمية وحطوا الصليب، ادي الاختلاف، وراحوا حاطينه فاصبحت واجهه المتحف القبطي بمصر القديم. روح المتحف القبطي بتاع مصر القديم هتلاقي الواجهه بتاعتها ايه؟ واجهه الاقمر، هي بالتيبيكال. مع زي ما اتفقنا اختلاف، وحطوا الحمام اللي هو التماثيل كده، منظر الحمام كده على اساس ان دي طبعا رمزيه سيدنا المسيح عليه السلام في الموتيفات المسيحيه اللي احنا عارفينها. فاوعك تقول لي ان انت شاب صغير ولسه الدنيا قدامي ومش عارف ايه. ابن بطوطه لف 22550، فاكرين انتوا الرقم؟ كيلومتر، يعني ثلاث مرات قد ماركو بولو. السنه اللي فاتت ولا اللي قبليها رحت اشتريت مجله التايمز، لقيت على الغلاف بتاعها ابن بطوطه بيحتفلوا بابن بطوطه على مجله التايمز، وكتابه الرحله ذا جيرني. ابن بطوطه لف قلنا 22000 وي كيلو على البغال وعلى بتاع مارك بولو بقى مش عارف مركب ايه وبتاع اخر دلع والملك بتاع البرتغال. لا ده التاني بقى حمير وبغال ومع نفسه بقى. ابن بطوطه هو الوحيد الذي شرح فنار الاسكندريه مرتين،
يعني انا افهم ان انا اشرحك وانت كده اشرحك مره. الهرم مسعود يتكلم على الهرم، قضاعي جندي حبيبك، ها مقريزي ابن اياس. انما ليه تشرح فنار اسكندريه مرتين، مره وانا رايح مره وانا راجع؟ طب ده فادنا في حاجه، فادنا جدا، نشكرك يا ابن بطوطه ونبوس دماغك. ليه؟ لان هو قبل ما يسافر حصل تدمير في الوقت اللي هو اختفى فيه او راح فيه على السعوديه على اسيا، وهو راجع فراح شرح. لما تقرا الشرحين تعرف ايه اللي حصل من دمار لفنار الاسكندريه في الوقت اللي هو غاب فيه. ده انت كانك يعني بتعمل بوز بالكاميرا بتاعتك. ابن بطوطه ابتدى حياته 22، وخد بالك حياته كلها غربه، ها غربه. فما تقوليش بقى ان هو كان قاعد وبابا جايب له ارض ومودى المدرسه ودى البتاع، ده راجل مغترب طول حياته. ابن بطوطه 22 سنه، محمد الفاتح القسطنطيني، وعبقريه الدخول بتاعه المراكب لان المثلث كان مقفول عليه، وشرحته ان هو شرح كامل بالتفصيل وازاي جاب الخشب والزيت وراح مزحلق المراكب، والناس صحت الصبح بصت لقيت المسلمين قدامهم، ايه ده يعني ايه؟ امال اللي احنا قافلينه ده كان ايه؟ دخل وفتح القسطنطينيه 25 سنه. السلطان عبد الحميد، بلاش الصغيرين يا زيد، خش على الكبار شويه، كبار شويه، 34 سنه اخذ الحكم السلطان عبد الحميد. 34 دخل اول عربيه في الدوله العثمانيه، عربيه دي حبيبي. يعني انت تتكلم على سلطان عبد الحميد، هذا الرجل الذي وضع قوانين وضع مش عارف ايه وبتاع، وما كانش كان هو فيك اول ما اضع برضه فكره المخابرات، يعني هو كان بيحب قوي فكره ان في مخابرات تعمل لصالح الحاكم يعني. فكانت المخابرات اسمها ايه؟ لما تيجي تقرا النوتس بتاعت السلطان عبد الحميد، المخابرات كان اسمهم الجورنالجيه. ها ما لهمش دعوه طبعا بالصحفيين، كلامنا خفيف عليهم كويس كده، لكن كان اسمهم كده، كان دي التسميه الصحيح، الجورنالجيه. مين دول؟ دول اللي هم فرقه المخابرات بتاعت السلطان عبد الحميد. والسلطان عبد الحميد اول من ادخل العجله البسكليته يعني البايسكل الى الدوله العثمانيه، والسلطان عبد حلو كده. فانت العربيه والعجله مفهوم، ادي حضاره، ادي اوروبا بتنتشر وانت بتنتشر معاها، بتتقدم وانت بتتقدم معاها. طب خد عندك دي بقى، اشترى بقى من فلوس، اشترى بقى ايه عشان يزود بقى الجيش العثماني بقى ويقويه، عشان الدنيا كلها بقى يميها بقى كان لازم قوه الجيش بتاعك. اشترى غواصتين، السلطان عبد الحميد اشترى غواصتين سبمارينز. هتقولي هو ايام السلطان عبد الحميد كان في غواصه؟ ايوه، كانت الغواصة مخترعة حديثا، وعبد الحميد قال لك انا كمان جيشي لازم في الاسطول بتاعي يبقى فيه غواصات، هاتوا الغواصات. اشترى غواصات ده السلطان عبد الحميد. طب بلاش بقى المسلمين والعرب عشان ما يقولكش ده موتسارت. كنا لسه قايلين الصبح، كان عندي محاضره الصبح عن سينا، كانوا جايبين لي اهل سينا كلهم، كنا عاملين محاضره في وزاره الشباب، قاعه محاضرات اتحدى بها امريكا. انا حضرت في امريكا وحضرت في المتروبوليتان ميوزيوم، متحف المتروبول. انا بقول لك القاعه اللي انا حضرت فيها النهارده الصبح دي بتحدى بها اوروبا وامريكا، ها جنب نادي الشرطه اعداد القاده دي اللي جنب نادي الشرطه قدام اتحاد الكوره، تحفه. وشباب سينا على اعلى مستوى من الذكاء وحاجه تفرح، ومن بير العبد ومن العريش ومن الشله الحلوه الجميله دي كلها. وكنت من ضمن الحاجات اللي بقول لهم موتسارت لما كان عمل اول ست يعني ملكه انجلترا، كانوا يعملوا السيمفونيات ويدوها للملكه يعني يهدوها للملكه يعني. ها كان عنده ايه؟ كان عنده 6 سنين اهدى اول 8 سيمفونيات، عنده 11 سنه اهدى اول اوبرا. اوبرا مين اللي بيغني هنا؟ عندنا عميد في كليه في معهد الموسيقى، معيد في معهد الموسيقى، سوري مش عميد، اوبرا. انا عارف طبعا دي مش موسيقى شرقيه، لكن اوبرا وانت عندك 11 سنه بتالف اوبرا كامله، انت عندك 11 سنه، يموت 35. يعني قصدي اقول لك لو انا قعدت امسك لك في الامثله، البيروني ابو الريحان ده كفايه كنيتك يا اخي، ده انت كلك على بعضك ريحتك حلوه. ابو الريحان البيروني اجاده السريانيه وعنده 14 سنه. انت لو حبيت بقى تتعلم لغه جديده دلوقتي بقى ايه الاخبار؟ طيب ديت كلها مقدمه طويله جدا لفكره كيف لا تحبط او كيف تحبط.
خد بالك هتعتمد على انت مين وشخصيتك من جوه عامله ازاي. لان ممكن اقول لك الكلام ده تطلع من المحاضره تقول ده احنا ولا هنعرف نلمس ربع من الايه من اللي قاله بسام ده يا عم. ابن بطوطه مين وابن دهب مين وابن ميمي مين وابن زيزي مين فاقول لك الشريف الادريسي ابتدع 16 سنه. فانت تقول لي بس الغرب بيقدر العلم. اقول لك خد بالك الشريف الادريسي عمل ايه. كان عنده 16 سنه وصل لجنوب بريطانيا وفرنسا. جنوب بريطانيا وفرنسا فاكرين معركه بلاط الشهداء اللي انت خلاص كنت قاب قوسين وهتخش باريس يا حلو. كنت هتخش باريس يا حلو. كنت هتخش فرنسا يا جميل. تخيل انت النهارده بتسافر فرنسا من غير فيزا لانها حته منك حته من ارضك. يعني معلش فلتت معلش كويس فلتت. فا يعني ما كانش يبقى فيه بقى برج ايفل بقى فهتلاقي مسله. بتاعتنا هناك. هم طبعا سرقوا اخذوا المسله الهديه بتاعت محمد علي. حاجه اخر غرابه محمد علي واحنا نطلع نقول ايه؟ محمد علي صاحب الطفره في يا عم طفره مين؟ الراجل عمال يدي هدايا مسلات. طفره ايه؟ مسله يا راجل ده اثيوبيا استردت المسله من ايطاليا. ايطاليا عشان تبقوا عندكم فكره في الثلاثينيات عمنا موسوليني واخد بالك راح وراحوا مكسرين بتاعت اكسوم عندهم هناك مسله مشهوره جدا حضاره مشهوره جدا من 1700 سنه اسمها اكسوم اي اكس يو ام اكسوم كده اهو. فراح مكسر اصدر قراراته يعني وراح مكسر مسله ثلاث قطع وابعت جدع على روما. نعم هو كده كان الاحتلال كده. فبعتها روما وقفت في روما الاثيوبيين في الالفينات احنا عايزين المسله بتاعتنا اثيوبيا الحبشه ابيسينيا يلا بكل اللغات. ولكن هذه موسوليني ايوه واخدها غصب. 2005 مسله اكسوم ترجع الى اثيوبيا. ازاي الحال؟ طيب نقارن بقى. لما انا من كام سنه 14 حاجه كده من 10 14 سنه طلعت وطالبت بعوده كل مسلاتنا المصريه في روما كتير 14 14 منها مسله ما عليهاش كارفينجز ما عليهاش اي نوع من انواع النحوتات وموجوده في ميدان سان بيتر بتاع كنيسه الفاتيكان وكتبتها وقلت وبعت والوكالات الانباء والشرق وكاله الانباء الشرق الاوسط وخافوا ينزلوها او ما استلموش الايميل. ايه اللي حصل؟ ان هذا الايميل كان موجود في اطالب بابا الفاتيكان فرانسيس ده لانه بعد كده ما كنتش عارف ان هو جاي الشرق الاوسط جاي بقى بعد كده بان هو لما يفتح الشباك الصبح وهو بيصلي وبيدعو للناس بالسماحه والسلام بين الامم يا ريت بس بصه بسيطه بس على بعض خطوات المسله بتاعتنا بعد اذن سيادتك ترجعها لنا بس عشان السلام يدعم العالم. بلاش يعني لو انت if you are preaching يعني لو انت بتنصح بشيء ها اول حاجه عشان اصدقك اعمل براكتس للي انت بتبريتش اعمل براكتس للي انت بتنصح بيه. انا باجي اقول لك مثلا دلوقتي بطل سجاير لان السنه اللي فاتت في 2013 المصريين شربوا 80 مليار سيجاره. مش هذا اللي بقول مين اللي بيقول فيليب مورس. وفيليب مورس ده اللي ما بيشربوش سجاير عارفين ان هو بتاع ماربرو اللي هي مارلبورو وميريت اللي هي ميريت ماشي 80 مليار سجاير يا خراب ابيض. ده احنا لو بطلنا سجاير سنه مش هطلب منك تبطل سجاير اقل من سنه وسجاير بس. يعني لو قلت لك شيشه ولا قلت لك تمباك ولا قلت لك بايب ولا قلت لك اي نوع تاني من الانواع العجيبه كويس ولها تاريخ بالمناسبه يعني هي لها تاريخ ليه اتسمت جوزه مثلا. ايه ليه اتسمت جوزه؟ لان هي في الاصل كان ثمار جوز الهند كانوا يخرموه خرمين ويطلعوا منه عصاية ويشتغلوا بيه فمن هنا جت كلمه جوزه لانها جوز الهند. فحتى دي يا اخي ده التاريخ ده غريب خلاص خلاص احنا اللي خرمنا جوز الهند حلو كده. فاذا انت بتتكلم النهارده على ايه؟ بتتكلم على 80 مليار. يعني انت لو بطلت سجاير سنه واحده فقط 365 يوم تدفع كل ديونك الخارجيه تعيش العشرة ولا الاقل مليون عاطل في احلى حياه في الدنيا واحلى شقق في الدنيا واحلى وظائف في الدنيا ترجع كل اللي انت استلفته من بلاد قد نص شبرا بتستلف منها وانت فرحان قوي ويا للاهانه اهانه
مصر اللي علمت الدنيا الحضارة بتستلف من بلد قد نص شبرا. فرحان قوي. كل الحاجات دي لو بطلت السجاير سنة مش هنقدر يا استاذ. مش هنقدر. فادي الكلام. طيب هل المصري القديم عرف التدخين؟ يلا نخش على الطب بقى. ابويا رحمة الله عليه كان اللي يخش له العيان يقول له اللي في جيبك اللي فوق دي تترمي في البلاستيك ده. كان حاطط صفيحة قمامة مشهورة جدا في اسكندرية. صفيحة القمامة دي كانت بينتهي بيه اليوم بتاع العلاج بتاعه في العيادة بكم علب سجاير مرمية في قد كده. هترميها هنتكلم، مش هترميها تفضل حضرتك في زيتك وتوكل على وتفضل في زيتك اللي هي كانت 2 جنيه اللي هي يعني، وبعد كده بقت 3، ولما علقها 5 راح لوالدتي وقال لها انا باين عليا عليت عن الناس. انا بكلمك في 2002 مش بكلمك 1900 ومش عارف مين. انا بكلمك 5 جنيه في 2002 فيزيتة الدكتور رضوان محمد الشماع في الإسكندرية. فأنا بقى راكب تاكسي وفي التاكسي ده فبسمع الراجل بيكلم التاني بيقول له ده الشارع بتاع دكتور الغلابة. فأنا قاعد ورا التاكسي بقول له مين دكتور الغلابة ده يا ريس؟ هو ما يعرفني؟ ما يعرفش. فقال لي إيه ما تعرفش الدكتور الشماع؟ دكتور الغلابة ده كان عنده دولاب كده يطلع منه أدوية للناس، وكان هو طالع كان يدي، كان ساعات يدي العيان الفلوس اللي هو ده الخمسة جنيه اللي هو دافعها يديها لها وهي طالعة. طب ازاي يا عم بقى دخلتنا فيكتوريا كوليج واختي الاي جي سي ووديتنا بره وجبت لنا شقق وعربيات ولانش في المنتزه ازاي كده؟ قال لي قلت له ازاي كده يا بابا يعني جبت منين؟ الفيلل والعمارات بتاع. قال لي شايف الست الكبيره اللي طالعه دي؟ شايف رفعه دي بتعمل ايه؟ قال لي هي دي. قال لي هو ده السر. انا فاكر الجمله دي كويس قوي ومش هنساها. ادي الابهات وادي الابن اللي يقعد يتذكر الحاجات الجميله بتاعت اهله ويدعي له كويس كده. ودي نصيحة ليا قبليكوا ليكوا انتوا كمان لما حياتكوا تبتدي، خدوا بالكوا ان كل حركة بتعملوها مع عيالكوا بالمنظر ده. ايه علاقة ده بالمصري القديم؟ لان المصري القديم لما كان بيكتب الحاجات دي على الحيطان، وانا كمان عايش معاهم، فتبص تلاقي واحد كتب لك ايه؟ وكنت جندي شجاع في الجيش، احمس ابن ابانا مثلا منطقة الكاب، يقول لك وكنت جندي شجاع في الجيش. طب يا عم احنا كلنا شجعان، ما احسن حاجة الكلام. ها؟ وقد بدأت الجندي زمان لما كان يخش الجيش في أيام مصر القديمة، يعني كان أول مهنة تاخد يعني زي ما أنت مجند، يعني كلمة عسكري مجند. فالمصر القديم كان عنده حاجة اسمها جندي كاتب، أن أنت تشتغل كاتب دي أول مهنة ليك في الجيش. عايز بقى تتنطق بقى في الجيش تبين بقى جدعنتك يا حلو. فده يقول لك إيه؟ وقد بدأت حتى وصلت أن أكون حامل لواء. يا ليلتك البيضة إزاي كده؟ انت بدات من كاتب لحامل لواء. حامل لواء ده بيحارب، مش 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 ماسك عالم عامل كده اللي هو دلوقتي ممكن يبقى اللواء. يعني حامل اللواء ممكن جدا دلوقتي يبقى اللواء، بس اللواء دلوقتي قاعد في مكتب عمال مش عارف يعني. لا ده بقى كان في الجيش ويضرب وحاجات كده. وقد اثرت احد جنود الاعداء، بيتكلم على الحكاوي الخاصوبي بيتكلم على الهكسوس. وقد وضعته على كتفي ونزلت المياه ومعه عربته العجل الحربيه. ايه ده؟ ده انت اثرت دبابه، لان العجله الحربيه دي دبابه وقتها صح. واثرت جندي كمان حي، او كان فخور قوي ان هو حي، ان هو سلمه للملك حي يعني. والعجله الحربيه ساق سليم ونزل ميه يعني عشان يعبر الناحيه الثانيه ازاي كده. ثم وضعت الاسير فالقيته امام اقدام ملكي فاحترمني ووهبني الهبات والهدايا والذهب والاراضي والبساتين. طبعا طبعا ده انا مش هديك ذهب وبساتين، ده انا اديك ذهب وبزير وانت عايزه، اتجوزك بقى بنت الملك وبنت السلطان واحمد عدويه ونعيش. ودائما وابدا كان ينهي المصري، ما بتكلمش على ملوك لاحظته؟ انا بتكلم على جبت سيره ملك لغايه دلوقتي، بتكلم على الشعب المصري القديم. فيقول لك ايه بقى الشعب المصري القديم؟ يقول لك ايه؟ وكنت محبوب من ابي وكانت امي تبجلني وكنت اهتم بابنائهم. يعني كنت اهتم باخواتي. شايف المنظومه الثلاثه اللي في الاخر دي كده؟ امي بتحترمني وابويا بيحبني واخد بالي من اخواتي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال اللي انت فيه ده؟ وكنت ايماخو، وكنت محترم. ايماخو بالهيروغليفي المبجل. كلنا عايزين نبقى ايه؟ اكيد كلنا عايزين نبقى ايماخو. السؤال، هل كلنا ايماخو؟ سوء دي طلعت كتير صح؟ سوء 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 سوء
نتمنى ان نكون ايماخو. يعني انا من الناس اللي اتمنى ان انا لما اسيب الارض هنا واروح للافق الثاني لما ياذن الله سبحانه وتعالى الناس تفتكرني انا كنت ايماخو. دي حاجه عظيمه جدا الناس تقول لك يا سلام ده كان راجل محترم. طيب تعالى بقى نرجع مرجعنا. تعالى نبدا نشوف حبه صور غريبه جدا مع الاستاذ محمد. استاذ محمد تفضل يا صديقي. احنا هنبتدي من اول صوره فوق خالص اللي ابتدينا بيها. ايوه ايوه على الشمال خالص فوق. تمام. نشوف بقى. احنا هنبدا بقى بالصوره الاولانيه دي. كبرها شويه. هي صوره طبعا فكاهيه كبدايه، حاجه اهزوره يعني، اهزوره زي نكته يعني. ولكن هذه الفكره كانت، انا هنا بتذكر حاجه ان القصص دي لما جت في دماغي، انا مش رسام لكن بعمل سكتشات كده اي كلام يعني. فاكرين انتوا عدوا يا امينه بتاعت الفرنساوي، الرسومات بتاعت ابدو يا امينه ستون كلاس ديت ومش عارف ايه، حاجه كده يعني زي الاطفال كده. فبديها لشاب مصري الاستاذ هريدي من سوهاج، وكان يرسمها، وكنا مشروع بقى ان هو بنعمل مع بعض كتب اطفال للبصر القديم، وعملنا شغل حلو جدا جدا، وطلعنا تيمات للاطفال حلوة قوي مع دار المعارف، كان شغل زي الفل. وهو الحقيقة كان انسان موهوب، فجت في دماغي كده بعض النكت يعني، وقلنا نعملها زي ايه، كارت بوستال يعني، سياحه نبيعه في السياحه. ديت كانت من ضمن الافكار ان ازاي المومياء بتدي ورد التحيه للسياح يعني. فالسائح طبعا واضح ان هم يعني اتخضوا بلا تعليق يعني. فبالتالي هل المومياء ذات نفسها ممكن تستقبل السائح هذا الاستقبال الجميل؟ وطبعا التابوت واضح ان هو وراها اهو، والسياحة لذيذ بقى في هريدي ان هو عامل ايد السائح وكانها رايحه تستلم الورده يعني، في رمزيه انا مش هلا لاقي له كده، بس هو بيضيف للرمزيه دي. هذا الشاب المصري الجميل وطموحاته الجميله يعني، القدر انه توفي شابا يعني رحمه الله عليه. والحقيقه انا بتذكره يعني، ببعت لروحه من هنا يعني تحيه عظيمه، لان هو كان رجل شاب جميل. من الجميل ان انت كمان تتذكر الناس اللي كانوا معاك في الحياه وما تنساهمش، لان كان في ناس انت قابلتهم في حياتك كانوا ايماخو، كانوا محترمين، ونتمنى له الجنه والفردوس الاعلى ان شاء الله. طيب تعال نشوف الصوره اللي بعديها فورورد كده يا محمد لو تسمح. بص بقى الصوره دي، محمد جالي امبارح كنا بندي محاضره للاخوه النوبيين العظام في شارع المبتديان فوق بيت السودان. فجالي محمد هذا الشاب الجميل المصري اللي قاعد على الكرسي هناك ده، فجاء قال لي حضرتك كنت بتكلمنا على في المحاضره يعني، جبت سيره التاج الابيض والتاج الاحمر. قال لي طب ما احنا تاثرنا اهو، والعلم بتاعنا اللي هو لم ياتي في تاريخ مصر الحديث وقت اكثر انتشارا زي دلوقتي يعني. انا عندي 51 انا عندي 51 سنه، انا لا اتذكر ان العلم المصري يعني حتى في ايام ماتشات الكوره بتاعت حسن شحاته كانت بهذه الكثره في الشوارع والمبيعات. على ان انا اعتقد الجمله الشهيره ان اكثر ناس استفادوا بعد 2011 كانوا اللي عملوا الاعلام والبلطجيه والصينيين. بالظبط كده، الصينيين مستفيدين على طول الوقت. طيب المكان ده فين؟ الصوره اللي انا واخدها دي فين؟ يلا 10 جنيه للي يقول لي هي صعبه، هي الصوره دي صعبه خلاص، بس بشرط ما تكونش حضرت لي محاضره وكنت قلت المعلومه دي فيها. ها اتفضل. حديقه المتحف المصري الكائن بميدان التحرير، روحوا زوروا المتحف المصري. انا بقول لك اهو، روحوا زوروا المتحف المصري قبل ما نرى نروح ميدان التحرير. ما نلاقوه اديني بقول لك اهو. لا مش صح، مش صح، بس انا عشان مؤدب يعني ما بحبش اقول غلط، لكن لكن هي معلومه غير صحيحه. لا هو مش المتحف، انا بقول لك روح المتحف المصري، خش يمين، في يمين سهله يعني، انت دخلت يمين اهو هتلاقي سلالم قدامك، فانت دخلت كده السلالم خلاص اليمين اولاني، طلعت السلالم، وريت التذكره، عديت جوه من السكيورتي، هتلاقي طريق كده، هتلاقي طريق شمال، هتلاقي يمين، خش اليمين ده اللي هو اليمين الوحيد عشان ما تتوهش يعني. في شمال لانك فرسيه هتخش شمال، يا اما تطلع سلالم، مش عايزك تطلع السلالم دلوقتي، خش شمال، في شمال غرفه 44، روح شوف ايه هناك، وروح شوف دلوقتي ان شاء الله، لان خلاص لغايه يوم 9 اغسطس الحاجه دي هتتشال، مش هقول لك ايه.
مش هقول لك ايه بقى، بس روح شوف، روح شوف على على يعني روح شوف كده وانت هناك كده ادعي لي كده، روح ربنا يكرمك يا عم بسام. ماشي؟ طيب مش هيدوكوا فلوس يعني ولا حاجه؟ لا 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 لا، ها لا ما هو غلط. معبد الوادي احييك، سقفوا له. مش عاوز 10 جنيه. يا سلام، شايف ادي الضيوف، ادي الضيوف اللي يجوا المحاضرات متشكرين ومش عايز ال 10 جنيه يا استاذ بسام. فين ايام زمان، راجل عظيم يماخو. طيب يبقى اذا معبد الوادي عرفت منين؟ علشان الحجر اللي ورا نفس الايه جبته. فاذا هو الجرانيت، الجرانيت الذي يقترب جدا في المعبد، جرانيت الوردي وايضا الجرانيت الرمادي، لانك في حجره من الجرانيت الرمادي ودي جايه من اسوان، اتفقنا خلاص، لان احسن من شوكمت، احسن المصر المقدسه. هو تخيل بسمي الحجر، عشان كده احدى الاجانب سمونا، سموا السيفيلايزيشن بتاعتنا ذا سيفيلايزيشن اوف ستون. اه فاحنا بقى ايه اللي مش واخد باله بقى ايه، ها عارف انت بقى المصريين بقى نار واحده يروح ايه، زي تقول لي ان انا حضاره حجاره، انا الذي مش عارف، وانا اذا مش عارف ايه يموت الشرق من بعدي والكلام الجميل في الاغنيه الحلوه انا بحبها بتاعت ام كلثوم. تمام، وقف الخلق، صح وقف الخلق، احبها قوي. طب انا اطلبها في برامجي، اقول للمهندس حط لي اغنيه وقف الخلق. طيب لان بجد بحس ان الخلق كلهم بيقفوا لما الاغنيه دي بتتغنى، بحس ان الدنيا كلها راحت واقفه كده انتباه كده وزي الفل. مصر تتحدث عن نفسها، تمام كده. مين مين حافظ؟ برافو عليه. اه لا يفتى حافظ في المدينه حافظ. طيب يبقى اذا هذا هو المنشو كامت اللي انت شايفه ورايا ده. وجا محمد قال لي طيب ما احنا عندنا التاجين اللي هو التاج الاحمر والتاج الابيض، طب ما تبص على العالم بتاعنا يا استاذ بسام دلوقتي، احنا تاجنا ما زال موجود الابيض والاحمر. العجيب بقى في الامر ان نفس الالوان ديت تلاقيها في الخرطوش الملكي بتاع توت عنخ ايمن اللي معمول على هيئه درج. لما تروح روحوا المتحف المصري شوفوه، شوفوا الدرج ده قبل ما نصحى الصبح ما نلاقيش الدرج. انا بقول لك الكلام ده ومش بهزر، لان الاسبوع اللي فات باب تغريبردي اتشال، باب مسجد تغريبردي اللي هو يعني مش عايز اقول لك عامل ازاي اتشال كده. طاك انا مش قادر افهم يعني، يعني منبر قنيباي الرماح اللي انا عمال اصرخ فيه من 2010 ده، ها انا عايز افهم يعني ايه منبر فوق عربيه نص نقل ماشيه في شوارع مصر منبر قنيباي الرماح، شكرا. واقفين في الاشاره، افتح يا جدع معاك ايه، منبر قنيباي الرماح احسن منبر في العالم. لا ما فيش مشكله، اخدينه من المسجد واخدينه. اه طب اهلا وسهلا، بتعمل ايه انت ايه بتاع ما فيش ادركسون كده اولا. لازم يبقى كده. فادي تصريح. والعجيب بقى ان الرجل المسؤول عن المنطقه الاثريه بعد السرقه يترقى، ده حته كده عشان الضغط والسكر والاعصاب وحاجات كده. طيب المره الجايه هنوزع ادويه وانتوا طالعين. اكسلنت، يبقى متشكرين يا محمد على الملاحظه بتاعتك، هايله ملاحظه جميله، وخصوصا ان زي ما قلت لك الخرطوش الملكي بتاع توت عنخ ايمن فيه الثلاث الوان دول في كلمه ايون، في كلمه ايون، وايون اللي هي ايون، وايون اللي هي ايونو، وحيم ايونو، وايونو هي المطريه اللي هي عين شمس دلوقتي، تمام كده. طيب فاذا ديت برضو حتتين مهمين. اتفضل يا محمد نشوف الصوره اللي بعديها عشان نعرف ايه الاخبار. تعال ثانك يو. طب متشكرين يا محمد، دي ثانك يو كده ليه؟ ثانك يو اهو ليك يا محمد، ايه زي الفل، ايه مبسوط ولا ايه؟ ها آه ولا عايز ال10 جنيه؟ طب يا سيدي هتمنى لك اهو، هتمنى لك الثلاث حاجات دول. يلا يا سيدي، هتمنى لك العنخ والوضة وسنب، هتمنى لك الحياة والازدهار prosperity كمان، والصحة health. فيش أحلى من الثلاث حاجات دول تتمناهم لبني آدم ونتمناها للجميع. فضل مصر القديم بقى الحياة والصحة والازدهار، ولذلك كان لزاما على الأستاذ المصري القديم ده ان هو يحتفظ بحاجات معينة مهمة جدا في جسمه، ويحاول ان هو يعالج بعض المشاكل اللي ممكن تصيبها، زي مثلا الأنف. الأنف دي مشكلة صح؟ البرد، العطس، الحساسية، الاحتقان، يعني مخ ميوكس يعني مخاط يعني كويس، وكل الحاجات ديت، والحرقان وبتاع. طيب كان المصري القديم من ضمن الأشياء اللي اتقالت عن المصري القديم ان هو كان يحيي باقتراب الأنف، زي العرب وزي مين تاني؟ الاسكيموز. برافو عليك، وزي الاسكيموز، بس الاسكيموز لسبب مختلف. الاسكيموز الدنيا ساقعه، عمال ما يطلع ايده ويسلم
اتجدد جد اتلجت. فهو وخلاص يا عم دي الحته الوحيده اللي فاضت، كمان كان مناخير ممكن تقع يعني كمان اللي باينه يعني. المصري القديم يقول لك تبادل الانفاس، الانفاس بتاعت البشر مش تبادل الانفاس سالفول. انا عارف اصلا المخ في ناس هيروح حتت عجيبه في المحاضره دي كويس كده. وخد بالك في مخطوطه بيطلقوا عليها كتاب، ودي خطا. تملي كلمه كتاب في مصر القديمه غلط. ما تقولش بوك اوف ذا ديد، ما تقولش كتاب الموتى. ليه؟ لان ما فيش كتاب اخترعه المصري القديم. مصر القديم لم يخترع الكتاب، المخطوطه الملفوف البرديه ماشي، لكن كتاب كتاب ما اخترعهوش. فكتاب الموتى دي غلطه لابسيوس عالم الاثار الشهير لابسيوس، وراجل جميل وعلى راسه فوق بس غلط. هو بينه وبينك ما هو ايه، هو استسهلها. قال لك ايه بقى؟ المقولات السحريه للروح للظهور في النهار من اليوم التالي. طويله قوي كتاب الموتى. الكلام ده 1844. فكل الناس اصطلحت على ايه؟ لان الانسان طول عمره عمال يستسهل. وحكايه برضو القطيع، ويا عم انت هتغير الدنيا، ويا عم ايد واحده ما تسقفش، امشي جنب الحيط يرتاح حدوك فيه، كل الامثله العجيبه بتاعتنا دي. خلاص في حقيقه الامر انا بقول لك لا ما تمشيش جنب الحيط لان الحيط هيقع فوق دماغك. طيب يبقى اذن الانف ومشاكل الانف عرفها المصري القديم كطبيب، وذكرها بان هي اخرج ايها اللعين كده في الطلسم مكتوب. اخرج ايها، بيكلم مين؟ بيكلم البرد. عذا كده كان في حاجه اسمها جاب تاب، ديت اللي هي جاست تاب دي، ده كان مرض من الامراض اسمه عند المصري القديم، حطه في احدى الروشتات على انه مرض اسمه نصف الراس اللي هو المايجرين، الصداع النصفي اللي هو المايجرين. وهو سموه، برافو عليك، وهو سموه ايه؟ سموه نصف الراس. حاجه عجيبه جدا، كرينيو كلا، اي حاجه كريني بعد ما حاجه عجيبه قوي. طيب حاول يعالجها ازاي؟ فبيقول اخرج ايها اللعين، اخرج يا محطم الجمجمه. انت تقول ايه؟ دماغي مش قادر، الصداع هيكسر دماغي اهو. بعد 4000 جدك زمان خالص خالص وجدتك زمان خالص يقول لك ايه يا محطم يا اللي بتكسر الجمجمه، اخرج يا مكسر العظام. ده بيوصف وصف الدايجنوزيس بتاعته يعني دقيق جدا، ان هو بيشرح لك بدقه فكره الانفلونزا اللي هو ايه، عظامي مكسره ومش قادر اتحرك. اخرج يا مسبب الالام للسبع فتحات. خلاص عرفت انها الانفلونزا. ليه؟ ادي السبع فتحات، ادي 1 2 3 4 5 6 7، والسبعه بيتاثروا بالانفلونزا او انفلوينزا. خلاص حلو قوي. عرف المصري القديم مرض مرض ده مرض غريب، ومرض very ambiguous، مبهم كده ولا مبهم ولا حاجة. ظهور بعض الدماء في يعني excuse me التبول، وده معروف انه من السيمتمز بتاعت ايه؟ اهو كده هشيستوسوما وشيستوسومايتس. ويبقى احنا دخلنا على البلهارسيا التي اطلق عليها البلهارسيا لان بروفيسور بلهارس هو الذي يعني اكتشفها. فعرف البلهارسيا، بل ان في احدى المومياوات تم اكتشاف بويضه البلهارسيا، يعني اللايف سايكل بتاعت البلهارسيا جوه البني ادم المصري اتوجدت، والاستسقاء اتنقش على الايه؟ المقابر والمناظر والبطن الكبيره وكمان الانتفاخ اللي بيحصل في الاعضاء التناسلية. يعني في حاجات كتيره جدا هو رسمها بدون اي حظر يعني. ايضا في برديه للمتروبوليتان ميوزيوم تم ترجمتها الى الانجليزيه، يعني اتشدت لها قوي البرديه دي لما لقيت في الاخر خالص اخر جمله فيها في هذه البرديه كانت روشيتا يعني، فاخر حته في روشيتا بيقول له ايه؟ وهذا المرهم يزيل التجاعيد. يبقى المصري القديم هو اول من اخترع فكره الفيس ليفتنج. البني ادم ما بيحب يعني قليلين قوي اللي بيحبوا التجاعيد على وشهم كبني ادم يعني، البني ادم ما بيحبش يعجز يعني حقيقه. وخلاص المصري القديم، وبعدين راح قايل ايه بقى على المرهم ده؟ يقول لك ايه؟ وتعمل مليون مره حسن، and it works good 1 million times. تعمل حسن يعني good
مرهم ده يشتغل كويس مليون مرة. وخد بالك مليون ده كان الرقم الأكبر في الرسمة عند الهيروغليفية، يعني لو كان فيه مليار كان هيقول مليار. لكن مدينة هابو اسمه ايه؟ معبد المليون مليون مليون، يبقى هو بس هو ما بيقولش مليار. ها؟ تمام. زي العرب كده، ألف 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 دينار كذا. طيب، يبقى أنت أول واحد عملت فيس ليفتنج. أنت أول واحد عملت الإيه؟ الوجه والتجاعيد وشد الوش، ها؟ وبدل ما تطلع عند الأستاذة عالمة الآثار نانسي عجرم، أو عالمة الآثار الزميلة اسمها إيه اللي ضربت شعرها أحمر دي؟ هيفاء وهبي، كويس كده؟ واخد بالك، فبالتالي ولا تسافر لبنان ولا حاجة، هات البرضية بتاعت مصر القديمة يا حبيبي، شوف المرهم اللي جدك الكبير عمله، الدكتور الكبير اللي عمله، ها؟ يبقى كده شكرا يا أنا أصلان. مين يفتكر أنا أصلان؟ انت عجوز زي صح؟ فاكر دي رومانيا، برافو عليك، انت كمان عجوز زي أنا أصلان ديت، فاكرينها؟ فاكرين قالت ايه وطلعت هزت الدنيا كلها بايه؟ قالت ان انا عملت ايه؟ مرهم، والناس راحت رومانيا واصبحت في سياحة. هي فاكر؟ في سياحة رومانيا، مين كان بيسافر رومانيا؟ يعني رومانيا دراكولا وخلصنا، ما ادي اللي مفهومة في رومانيا، واخد بالك؟ لقيت لك سياحة بقى اتفتحت ان انا أصلان في كريمات بتخلي الانسان ما يعجزش، فاتفتحت الدنيا وراحوا رومانيا والدنيا اتقلبت. وطبعا انا اصلا ذات نفسها عجزت وماتت وكلنا هنموت، فبلا في زئبق احمر بقى تحطه تحت الدم، ولا زئبق احمر تطلعه من رقبه الموميا، ها؟ وكل تليفون يجي لي يقول لي الزئبق الاحمر اساس بسام، اقول له يا ابن المصري القديم ما اخترعش زئبق احمر. بيعمل ايه الزئبق احمر ده؟ قال لك ما في زئبق، بيقول لك بيخلي الانسان شباب ويحول الجنيهات دولارات. ايه ده؟ زئبق احمر دوت ولا مكتب صرافه؟ خلاص. وبعدين انت ثانيه واحده، لما هو بيخلي الانسان شباب، احنا انا كنت اول واحد، مش انا كده ولا ايه؟ يعني كنت اول واحد بقى زماني عندي 22 سنه بقى، وكل البناتيت الحلوه دي الواحد يروح يتجوزها وحاجات كده. طيب، يبقى اذا مفيش حاجه اسمها كده، وهنموت هنموت، وهتكبر هتكبر، واحنا الورده اللي هتدبل، والورده الجميله الحمراء دي هيجي لها يوم وتروح، سنه الحياه. طيب نرجع مرجعنا، يبقى اذا هو بحاول يحل الاشكاليه دي ازاي؟ عصر البلح، انا ما بقولكش جرب ده، لان هو جربه هناك في ظروف معينه، ممكن يكون نجح ممكن ما ينجحش، ممكن ينجح مع لبنان ما ينجحش مع لبنان. يعني يجي يقول لك ايه؟ اشرب عصير برتقال عشان فيتامين سي، واحد ثاني يقول لك اوعك تشرب عصير برتقال عشان يجيب لك حموضه، كل واحد ليه حاجه، فما تاخدوش كل هذه المواصفات خالص، انا بقول لك هو اتحامل معاه ازاي وكتبها ازاي. فهو كتب بيقول لك ايه؟ عصر عصير البلح، عمل بلح عصير ونقط عصير البلح في انفه، وضع نقاط عصير البلح في الانف، دي موجوده في الروشتات. تعال نشوف الصوره اللي بعديها يا سيد، انا حته بس عشان الانف وانف ابو الهول ومش عارف ايه والحته دي، طبعا احنا شرحنا ابو الهول قبل كده ومين اللي كسر الانف، وقتلنا هذا الموضوع بحثا في محاضرات اخرى. وادي كمان يا ساده منظر عجيب، ارجع. طب تعرف يا محمد ترجع لي الصوره اللي فاتت دي، حته على المشي كده، مالهاش دعوه بالطب بس حته على المشي مثيره بالنسبه لكم، يعني اهو كده الانف. احنا عملنا المحاضرات دي قبل كده واتكلمنا عليها كتير قوي، فانا مش هخش فيها المره دي، بس حته سريعه كده للتذكره. هم كانوا بيقولوا نابليون بونابرت والمدافع بتاعه الجيش الجنود الفرنساويين، وبعد كده قال لك صائم الظهر، والمقريزي طلع قال لك صائم الظهر قبليه، وقال لك لكي يشوه الوجه، وكان خايف ان الناس تعبده، وهو كان صوفي وصائم الظهر، ومقريزي كتب عليه اربع سطور، كلام غريب جدا، يعني انا مش قادر افهم تاريخ كله يتحدد من اربع سطور للمقريزي. مع احترامنا للمقريزي والخطط المقريزيه ما عنديش مشكله، كان انا شايف ان ده كلام مش مظبوط، يعني حاجات غريبه جدا. الدليل الاكبر على دوت فريدريك نوردن. فريدريك نوردن، تعال نشوف الصوره اللي بعديها اللي رسمها فريدريك نوردن. فريدريك نوردن ده راجل كان نيفل كابتن، كان كابتن بتاع بحر يعني، وزمان ما كانش فيه كاميرا، كبر لنا شويه لو تسمع يا حامد. زمان ما كانش فيه كاميرا، فكانت الملوك تبعت الناس الرسامين يقول لك ايه؟ ارسم لي اثار مصر عشان يبقى شايف اثار مصر بالظبط. فدول مش رسامين علشان الرسم بتاعهم يتباع ويبقى راجل فنان، لا، ده رسم لان انت كوميشن باي الكينج، الملك ادالك رسائل مهنه وظيفه انك تروح تصور وترسم بمنتهى الدقه اللي في الدنيا. ففريدريك نوردن رسم ابو الهول بمنتهى الدقه اللي في الدنيا، اللي احنا زي ما لو تعرف ايوه تكبرها سنه بسيطه وتقدر تشوف كمان الايه الانف، غالبا احنا شايفين انفه مكسوره. العجيب في الامر بقى ان الصوره بتاعت فريدريك نوردن اللي انتم شايفينها دي، فريدريك نوردن هو اسمه كده، راجل دينش راجل دنماركي، هذه 61 سنه قبل وصول نابليون إلى شواطئ الإسكندرية. شكراً وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من
التاريخ بيتكتب بالكذب، لان كل الدنيا الا قليله كانت بتقول ان نابليون بونابرت هو اللي ضرب ابو الهول بالبتاع بالمدافع، صح؟ طيب انا بجيب لك صوره اهي قبل وصول نابليون بونابرت بواحد وستين سنه، وسيادتك اتفضل الانف بتاعته هي مكسوره، ولا في انف ولا في نحزنون. يبقى انا كده بحرر نابليون من هذا الاتهام، والفرنسيين كلهم بالمره هم محتلين ودمويين وقتله، مش انا مش بدافع، لكن التاريخ لما بيتكتب لازم يتكتب صح. يبقى دلوقتي لا المقريز انا مقتنع بيه، لان انت بتقول لي اربع سطور ورا الحيطه دي في فيل، اكتب بقى. ها ما هو اي حد بيكتب بقى، لا ما انا عايز كمان ادله في التاريخ، ما تقعدش تديني تاريخ من غير ادله. عارف النظام ده يقول لك ايه بقى؟ يقال أن... ما تقوليش يقال، ما تقتلنيش بيقال دي، ما فيش حاجه اسمها يقال. لان انا لما قلت لكم ما فيش حد الصبح كنت بقول للناس بتاعت سينا بقول لهم ما فيش حاجه اسمها واحده ست بتترمي في النيل. اولا لا لم اقتل، اهدي المصري القديم لما بيقف في يوم الحساب بيقول الكلمه دي، لا لم اقتل. طيب ابن لهيعه حبيبك اهو، ابن لهيعه ها وقيس بن الحجاج، اللي هم الاثنين اللي هم العنعنه وصلت لهم، يعني ابن عبد الحكم عن 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 لغايه لما وصلنا عن ابن لهيعه اللي احنا ما بنحبوش ده كويس، وبعد ابن لهيعه يجي ابن قيس بن الحجاج وبس، وتيجي بعد قيس بن الحجاج تقري تقول لك ايه؟ عن من حدثه، بس عن من حدثه دي بتاعتنا بقى. بيقول لك الراجل جاي علشان يخطط عشان مصر هتتباع، بيقول لك سينا هتروح بقى، بيقول لك او بيقولوا لك دي اختراع مصري، ده اختراع مصري اصيل. ولذلك لما جم قالوا عن من حدثه، لما كنت قاعد مع دكتور محمد وسام امين عامل دار الافتاء المصريه، قال لي يا بسام دي حاجه اسمها انقطاع، ربنا ما يسيب الخير، راجل بحب التاريخ قوي، امين عامل الافتاء، فقال لي ده انقطاع. يعني ايه انقطاع يا عم الشيخ؟ قال لي انقطاع يعني ما تقدرش طب اقدر اخده كدليل؟ قال لي، قلت له الحمد لله، لان انا كنت سنين مش مقتنع بالقصه دي، بس ما كانش هنشيد الادله، ما كنتش مقتنع ان المصري يمسك واحده ويطلعها من ايدي اهلها عنوه، هي كده مكتوبه كده عنوه بالعفو، ويدفع المال للاهل علشان تعويض للبنت، في حاجه اسمها تعويض للبنت بالفلوس، فانهي دين ده؟ فانهي دين ده؟ اياميها كانت القبطيه المسيحيه، طبعا القبطيه المسيحيه ما فيهاش ستات بترمي في النيل. الاسلام كان لسه دخل جديد، عمرو بن العاص ما فيش في الاسلام واحده بتتاخد عشان تترمي في النيل. فهو لما راح قال له ده سلو بلدنا، قال له يا عم سلو بلدنا يعني مين؟ يعني الاقباط. الاقباط المسيحيين عمرهم رموا واحده ست في النيل؟ انا مش مسيحي ما اعرفش المسيحيه، بس انا يعني في قراءاتي المتواضعه كان مثلا يوحنا النقيوسي كتبها، فانا يعني فريت يوحنا النقيوسي. يوحنا مين حيوان النقيوسي ده؟ يوحنا النقيوسي ده المسيح الذي أرخ في مصر في وقت عمرو بن العاص. ارجوك الناس اللي بتشتغل في السياحه، ارجوك اتعلم تقول اي دونت نو، ارجوك اتعلم قول جي نو سي با. لا خلاص بقى فرنساوي خطير، خد بالك. لا 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 بقى فرنساوي وبقى دكتور، هتشوف الدكتور جاي دلوقتي. طيب تعال نشوف الصوره اللي بعديها. انتوا لاحظتوا طبعا ان الرقبه لغايه هنا اهوت والرمله ها مغطيه، ودي لما طلعت من كام سنه في التلفزيون فبيقولوا لي نلحق ابو الهول ازاي؟ قلت لهم غطوه مره تانية. فالمذيع راح اتعامل، كنا في التلفزيون المصري مش هنساه، التلفزيون المصري عامل كده معانا وزير مش عارف مين بتاع ايه على الهواء، الاستاذ مصطفى بيقول غطى ابو الهول تاني. يا عم غطي بالرمله، عامل رمله، الرمله هتشيل الرطوبه هنخلص في خلال خمس ست شهور وخلصنا، هنشيل الرمله بعد كده. من ضمن الانف بقى، المصري القديم تيقن لفكره ان الفلفل الاسود اسود، فلفل اسود كويس كده، هذا الفلفل الاسود جميل جدا في عمليه قتل، واحد قتل الحشرات، اثنين سحب الرطوبه. عشان كده الستات في الصعيد، الست المصريه الذكيه الجدعه، تجيب لك حبه فلفل اسود وتروح حطها في الدولاب، تجيب فلفل اسود وتلف السجاده وتحط فلفل اسود، يعمل ايه؟ يشيل الرطوبه، ما يخليش فيه رطوبه في الاوضه، ما يخليش فيه رطوبه في الدولاب هيتقفل مده طويله ده. ها احنا نحط الحاجات تحت السرير عشان الشتوي، عارفين انت خطه تحت السرير دي؟ ها وتقعد تعدل بقى في الخشب اللي تحت السرير ست سنين، ويقع بيك بالليل وانت نايم ويجي لك كابوس، الخطه اياها. وبعدين تيجي في الصيف تطلع تلاقي فيه الاستاذه بيضالك 2 مليون، يقول لك ده نوع الصراصير الدنماركي يا استاذ، ده اللي بيعمل 2 مليون بيضه في ال... ها وما تقلقش ما تقلقش، الصراصير الدنماركيه ما بتكبرش عن الحجم ده. اوف ريحتني يا اخي. فاذا جم في رمسيس الثاني، جم في رمسيس الثاني وراحوا حاطين في انفه حبات الفلفل الاسود،
اللي انتم شايفينها قدامكم دي حبات الفلفل الاسود. المومياء بتاع رمسيس الثاني الذي حكم مصر 66 عاما و10 اشهر اهو بالظبط اهو علشان نقول بالظبط، واخد بالك هذا الرجل في انفه حطوا فلفل اسود علشان يحافظوا على الانف وياخدوا الرطوبه وينشفوا وتحتفظ الانف بدون ما تدفس او تتكسر من حته لف الايه؟ لف المومياء بالكتان. انا بعمل كده عليكي ليه بالكتان؟ كويس كده لف المومياء بالكتان. في مومياوات خسرت مناخيرها علشان اللفه دي كانت جامده شويه فراحت تانيها كسرتها، وخصوصا ان ساعات كان بيتخلص من العظم دي عشان يخش يجيب المخ من جوه. كل نظام ان انت تجيب المخ من جوه وتطلعه من الفتحتين بتوع الانف، كل ده مفيد جدا قبل العشاء، يعني لما باجي اشرحه لكم تفتكروه وانتم بتتعشوا النهارده. فتعالوا نشوف الصوره اللي بعديها. كان من ضمن الطب الصحيح ومن الحياه الصحيحه ان انت تغطي جسمك. الانسان اللي بيغطي جسمه ده بيغطي جسمه فبيحميها من الشمس، بيحميها من الاشعه، بيحميها من الناموس، بيحميها من الدبان، بيحميها من الامراض الجلديه، من ان انا المس واحد عنده مش عارف مين ايه اكزيمه ايه بتاع ايه، كل الحاجات دي كلها. المصري القديم لبس وارتدى، يا سلام عليك يا محمد ميرسي، اول رداء كتاني في التاريخ، شكله كده سويت شيرت، شكله كده سويت شيرت بالظبط كده. وده من ضمن الخمس حاجات اللي انتوا عارفين انا بطالب بيها بعودتها الى البلاد في الحمله الكبيره الخمسه الكبار، ودي عملنا عليها محاضره كامله، كل ما حضرهاش يخش على النت يكتب الخمسه الكبار بس مش هيعرف انا بطالب بخمسه كبار ايه، منها الخمسه هم مش كبار كبار، هم كبار في القيمه. ده اول سويت شيرت، ده يرجع عارف كام؟ 5000 الا 50، 5000 سنة إلا 50. يعني لا تقول لي هرم قبل هرم خوف وقبل هرم جسر كمان اللي هو الهرم المدرج بتاع سقارة ده بتاع زوسر خطأ، ها ده انت بتتكلم على البداية خالص، بتتكلم على 5000 إلا 50 سنة. اتواجد في حتة اسمها طرخان 50 كيلو جنوب القاهرة، يعني طريق بني سويف كده وانت نازل. واللذيذ بقى ان طرخان دي فيها 2000 مقبرة، 2000 مقبرة، عادي يسأل في طرخان ليه طرخان دي مش محطوطة على طرخان فيها 2000 مقبرة. والجميل بقى في الموضوع ان المقابر دي مقابر مخلوطة ما بين الملكية وما بين الشعب، يا جمالك. فدخلوا مقبرة ملك فلقوا الايه السويتشير ده، كان فلاندرز بيتري طبعا، يعني عالم اثار مشهور وجميل وكل حاجة، حرامي بس هو كان عالم اثار، عالم اثار يعني لازم نقول ان هو واحد من التوب خمسة في العالم، لكن للأسف الشديد كان لهم بيدوا لنفسهم الحق انهم ياخدوا الحاجات ديت معاهم هم مروحين. المهم راح السويت شيرت ودخل على متحف بيتري. فانا لما عملت الحملة وكده دخلت على متحف بيتري عايز اخش اعمل فيرتشوال بقى تور جوه علشان اشوف بقى فين السويت شيرت متعلق يعني، فمفيش. وفي نفس الوقت كنت بدي محاضره مع مجموعه سيدات في حاجه زي انر ويل ومش عارف ايه، فقابلت زميله ليا اللي كانت ماسكه الروتري بتاع الموقع دي يعني، وكنت بتكلم على مثلا برديه تورين اللي هي اقدم خريطه في العالم، اقدم خريطه في العالم، كانت من الخمسه الكبار. طلبت بعودتها فقالت لي يا بسام انا كنت معزوم على فرح في تورين ورحت المتحف الشهر اللي فات. بص بقى ازاي الدنيا ايه بتلف. قلت لها طمنيني يا ماما، ولد ولا بنت؟ طمنيني على الله. فقالت لي شالوها مش موجوده في العرض. ده يفرحك ويزعلك، يفرحك ويزعلك. طب يزعلك وفين يزعلك ليه؟ طب ويفرحك ليه؟ يفرحك معناها ان انت صوتك ليه صدى، فاوعك تقعد وتقول عمر ما الدنيا هتتغير، يا خبر ابيض ده احنا عمرنا ما خدنا الدوري في ال 12 سنه اللي فاتوا، ده بالنسبه لنا احنا النزل الابيض مالكوش انتوا دعوه، بتوع الاحمر مالهمش دعوه، التاج الابيض والتاج الاحمر حتى في دي في تاجين حاجه مش ممكن. طيب السويت شيرت انا عاجبني بقى قوي السويت شيرت دوت بان هو بس بنتعالج ما تخافش بنتعالج كويس. السويت شيرت ده عاجبني ان هو 7، يبقى كمان موضه، مش في موضه تخش انت مش عارف كونكريت تصرفي 3000 جنيه عايزاه 7 علشان الموضه 7 كويس، فادي 7 58 سم من الرقبه لغايه الرزغ، فده حد كبير يعني، ده 58 سم ده كبير. فزي ما انتم شايفين كفايه حالته يعني، كفايه حالته كتان كتان اللي انت بتشتريه بتدخله الغساله بيطلع تدخله الثلاجه على طول يعني، ما بيتلبسش غير مرتين ثلاثه وبيبوظ. طيب ده بقى ازاي يحتفظ بنفسه؟ ده بقى عبقريه المصري القديم. لكن انا برضو بعزو بده بان هو ساعد في الطب المصري القديم ونظافه الجلد، وكمان ذكاء من المصري القديم ان يعني في عز الحر احلى حاجه تلبسها الكتان وما يعملكش عرق وما كذا والقصص اللي انتوا عارفينها. اتفضل. ولذلك هو انا يعني انا بعتقد بجد ان احنا اول ناس عرفنا يعني التشريح يعني قبل الاتحاد الاسرات وقبل توحيد القطرين وقبل كل هذا اتوجد، خلينا اعرفكم على كبروا شويه يا محمد عشان نعرفه على الناس الحلوه دي،
خليني أعرفك على مستر جينجر. هو اسمه كده، مش أنا مش بدلعه يعني، هو مسمينه كده في إنجلترا. ليه؟ لأنه هو في إنجلترا للأسف الشديد، يعني في المتحف البريطاني تخش، ومشهور جدا في المتحف، بتحبوه قوي. تخش المتحف البريطاني تقول لهم ده جينجر، ايه هتلاقي ناس ساعد ده جينجر، ويبسطين قوي ويضحكوا وبتاع، يعني كأن الجينجر ده بقى صاحبهم. ايه بقى الجينجر؟ الأشهب. يعني الأشهب يعني أبو شعر أحمر، لأنه هو شعره أحمر فعلا، هو مش حاطط لا حنة ولا بتاع ولا جارنييه ولا مش جارنييه، كويس كده. طيب هذا الشعر الأحمر سموه ده ايه؟ سموه ده جينجر عشان هو الأشهب. الأشهب مين تاني كان أشهب في التاريخ؟ مشهور جدا سلطان حسن. سلطان حسن كان أشهب كويس، وكان وشه فيه نمش، يعني كان جميل الطلعة. كانوا يقولوا كده، يقولوا له أقمر يعني زي القمر، وهو قال لهم بطلوا ده، يعني هم كانوا تملي ينادوه بان هو زي القمر من كتر جماله، وبعدين قال لهم بطلوا ده منع ده يعني. ونرجع بقى موضوعنا. فالجينجر ده يا جماعه ده قبل اتحاد الاسرات، يعني ده في العصور ما قبل التاريخ زي ما بيسموها يعني. انت ملاحظ ايه بقى؟ اولا طريقه دفنه الفيتس بوزيشن، الوضع الجنيني. طيب الوضع الجنيني يعني ايه؟ يعني زي ما يكون الجنين في بطن رحم الرحم بتاع الام، صح؟ طيب والراجل اللي من 5000 سنه ده قبل الميلاد عرف وضع الجنين ازاي؟ عرف البيبي يبقى قاعد عامل كده هو ده ازاي؟ الا لو كان عنده سونار، كويس كده. انت دلوقتي تروح مع مراتك حامل في الشهر التسعين باين ولا ايه، فهتنفجر، تروح حاطه البتاع البيبي هو بيضرب برجله وبتاع، وتنبسط وتاخد الفيديو وتروح توريه وتحطه على الفيسبوك وكل الحاجات الجميله اللذيذه. يجي البيبي تنبسط، وده اللي هيشيل اسمك 3 شهور للعسل، اليوم اللي اتجوزه وقبل اللي خلفنا، ونبطل بجد. يعني لو في اي حد فيكم نبطل حكايه ان احنا نشيل البيبي كده ونعمل كده، ده بالايديك غلط جدا جدا، ان انت تشيل البيبي تعمل كده بايديك فوق دي كده، انت بتعمل فيه ايه يا جدع؟ عارف انت الست المصريه تحب هي وجوزها في البحر، يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي، واخد بالك؟ والولد بقى ايه مروحه بقى مرجيحه، وفي على بعد 5 متر في البحر في قرش فتح بقه كده، عارف اللي هو زي الجولف. هالشيكو دي مش عايز اشوف هالشيكو دي، يمكن لها اصل هيروغليفي رخرة هالشيكو دي. الهاشتاج الهاشتاج ارجع يا محمد. طيب لو تسمحوا تركزوا شويه في حته الوضع الجنيني، لان ده معناها ان الراجل دوت دخل جوه جسم المراه او شرح حاجه معاه، ويكون شرح واحده حامل، يعني تكون الحامل دي توفيت يعني مسكينه، ويكون لسه البيبي جوه، فعرف البيبي ازاي جوه. طيب ايه علاقه ده بانك تدفن واحد كده؟ ايه ليه انت عايز ليه تماثل او تحاكي، عشان نتكلم عربي صح، ليه عايز تحاكي البيبي اللي بطن مامته؟ هقول لك ليه. لان زي ما انت جيت من رحم مامتك الى هذا العالم، انت ذاهب الى العالم الاخر، بس المره دي بقى الرحم مش رحم مامتك، ده رحم الام الكبرى اللي هي الدنيا اللي هي الارض. فبالتالي زي ما مامتك جابتك، مامتك هتجيبك تاني وهتولدك تاني، بس المره اللي جايه بقى دي بقى البيج ديل، دي بقى اللي مش هتخلص. فالسؤال هنا بقى، لو صح كلامي، لان دي نظريه لان مفيش كتابه تثبتها، طيب لو صح كلامي ده معناه ايه؟ ده معناه ان اللي قدامكم ده اول حاله نعرفها احنا عن ان قبل اختراع الكتابه كان المصري يؤمن بان هناك حياه اخرى، وده انقلاب في عالم الطقس الديني في التاريخ. ايه ده؟ التفكير العميق. خد بالك انت بتتكلم لسه على حد بيجري ورا الثور وبيضربه بالرمح ويلبس الدبة علشان يتدفق، انت بتتكلم لسه في عصور عجيبة، الناس حتى نزلت لسه ما كانتش عملت بيوت. فاذا تعال نشوف الصورة اللي بعديها. ذا جينجر الاشهب، يا سلام عليك نشكرك. بص بقى الطب بقى، البنت المصرية تملي بتحب تحتفظ بجسمها، وكل ما تقابلها تقول لك دايت، دي كلمه ايه دي هيروغليفي دي ولا ايه؟ دايت تعمل لك كده. طيب انت شايف الوضع اللي الفتاه دي عاملاه، الحركه الرياضيه الرهيبه اللي هي عاملاها دي؟ طبعا احنا معانا رياضيين هنا اهوت وبيلعبوا رياضه على اعلى مستوى. طيب تعال نسالك، اولا بص كفها عامل ايه؟ انا بس بقى ايه، تعرف تكبر سنه بسيطه الناس كده تشوف كفها؟ عايزك، انا بحب اطلع لك الديتيلز، بحب اطلع لك التفاصيل. بص، لا بص كفها بس، ما سيبك من الجسم كله، بص على الكف.
اهو شايف الكف عامل ازاي؟ ايه المفروض لايه؟ المفروض لتحت الورا يعني كانها فرده كده الورا مش كده؟ طيب بص مستوى الكف فين؟ مستوى القدمين فين؟ الاثنين ثابتين على ايه؟ على الارض. يبقى انت بوز، يبقى انت عامل هنا حركه بوز. طيب خد بالك من الممكن ان دي تبقى الكاميرا اللقطه اللي انت خدتها قبل ما تكمل السامر سولت، يعني قبل ما تكمل الشقلباز يعني بمعنى الكلمه يعني. خلاص في حته زياده في القدم، في حته زياده في السمانه، في حته زياده في الفخذ، في حته زياده في البطن، في حته زياده في الصدر. الشعر نازل ليس لانها دائما وابدا كانت تهتم بالشعر وكانت تضع فيه الدهون لان هي في بيئه جافه. بيئه جافه يقول لك تملي ايه؟ رطب شعرك، رطب شعرك. تعال نشوف الصوره اللي بعديها. ولذلك البريسكريبشنز بقى بدانا نخش بقى على التطور بقى. بدات اكتب انا يا دكتور، بدات اكتب ايه؟ روشتات. فكانت الروشتات كلها لها دباجة. عندنا روشتة إدوين سميث وأنستازي والرامسيوم وإبرز وكل القصة الشهيرة دي وكهون مش هدخلكم يعني في تفاصيل بأسماء وبتاع. حلو؟ ففي دباجة. إيه الدباجة دي؟ عندما يأتي لك قائلا ويسيب لك دباجة، يعني الروشتة كده. عندما يأتي لك، أنا بقى أروح للدكتورة قائلا، ها قول لي بقى أنت أصلي عندي ظهري وجع مثلا، خلاص أقول له من الممكن، أدي واحد. أقول له ميؤوس، أدي اثنين. أقول له سوف أحاول، أدي ثلاثة. فكل دكتور يخش ليه عيان في مصر القديمة عنده الثلاث احتمالات دي ومواجهة. خد بالك. ولذلك الحالة النفسية للمريض، هل المصري القديم بل هل العلماء عامة في القديم التاريخ قدروا فكرة الحالة النفسية؟ والدي كان تملي يقول لي أنا أقعد مع المريض تلت ساعة قبل أن أكشف عليه. بابا كان يعني نفسه طويل، فكان يقعد مع العيان 20 دقيقة يكلمه. فتبص تلاقي بقى أيام حياته كانت الناس تجينا البيت وتفتح الباب وتخش وتقعد ويحبوا يكلموا عن حياتهم الشخصية معاه ومشاكلهم، وده بيحل مشكلة مراته مطلع عينه، وده جوز مش عارف مين، وده أصله تتجوز عليه وكده. يعني هو دخل في موضوع، هو كان جي بي يعني كان جنرال براكتيشن، كان مارس عام، لكن دخل في قصة العيلة، وكان ده بيساعده في ان هو يحل المشاكل بتاعة الأمراض. نفس القصة بقى ترجع هنا. يعني مثلا عندنا حالة في مصر القديمة مكتوبة ازاي؟ جالسة وحدها في المخدة، قاعدة لوحدها في السرير لا تتكلم، عصبية، دي حالة ايه؟ اكتئاب واحباط، بل ممكن تصل بعد خطوة الى حالة هستيرية. فأيام اليونان والرومان لازم تقروا كتاب بول غاليونجي، لازم بول غاليونجي يتقرب، مقتطفات من تاريخ الطب، تحفة التحف، تحفة التحف. حتة كتاب يهبل 12 جنيه في دار المعارف حاجة كده لو لقيتوه، يعني من 1965 ما لقيتوهوش أدولكوا تصوروه وترجعوه تاني، خلاص كده هو ما بيرجعش. أنا عارف ده، أنا مش عايز أقول لك في مكاتب معمولة في مصر من كتب كويس. بول غاليونج يقول لنا اللاتين اليونان والرومان اخذوا فكره ان الحاله النفسيه اللي بتيجي للمراه، يعني حاله الجنون او حاله الهستيريا، بتيجي من المراه لكن سببها من الرحم. طبعا ده طبيا يعني والرحم بالكتابه الاغريقيه القديمه هيستر. فاصبحت الحاله النفسيه اللي بتيجي للست تبقى هستيريا. وعشان كده انا بقول لكل الدكاتره حتى في المؤتمر، يعني مره كنا بتقول لهم، انا مش دكتور مش طبيب يعني، فاقول لهم انتوا الدنيا كلها بتتكلم غلط، يعني كل الدنيا بتتكلم غلط، لان انت كل ما بتقول كلمه هستيريا انت بتعمل دايجنوزس غلط. ليه؟ اولا ان المراه ملهاش، يعني هذه الهستيريا ممكن تبقى جايه من الرحم، ممكن ما تبقاش جايه من الرحم خالص. وفي نفس الوقت طيب الست وفهمنا، طب والراجل لما يجي له هستيريا يبقى ازاي الحال بقى؟ ما ينفعش. فاذا اللي انا بعمله معاكو ان انا بنور لمض، علشان لما نطلع من القاعه دي في اخر المحاضره نطلع نقول يا خبر ابيض كل ده كنا بنقوله غلط. لا انا مش عايزك تقول كده، انا عايز تقول ايه؟ نبدا من دلوقتي نقول الصح، ولما نبقى قاعدين في النادي نقول الصح، ولما نبقى قاعدين مع اصحابنا مش عارفه في البحر نقول وكذا. طيب تعال نشوف الصوره بعديها.
انتوا شايفين طبعا في خط احمر، في خطوط حمراء وفي خطوط سوداء، وكانت العناوين حمراء، وكانت الكلمات المهمه تتكتب بالاحمر، الكلمات المهمه كانت الاسماء ساعات كانت تتكتب بالاحمر. الهايلايتس اللي انت بتعمليها دلوقتي، بتكتبي الهايلايتس بتاعتك بالاحمر. الحاله النفسيه بتاعت المصري القديم كانت دائما وابدا حاله المود لذيذ، لان هو كان بيحب النكته وكان ابن نكته. وفي منكم اللي حضر محاضرتي هنا النكته في مصر القديمه، وقعدنا ساعتين نتكلم على النكت بتاعت مصر القديم. ولذلك كان انا اعتقد ان ده كان نوع التنفيس، يعني حتى الدكتور يجي يقول لك ايه، يعني انا عندي واحد اعرفه نبضه، نقلوا للدكتور نبضه 35، 35 يعني انت خلاص ابدا بقى ايه، اتصل ببتاع الكتان وكلم بقى كاهن التحنيط، ويعني حضر نفسك وشوف بس كنت هتكتب ورقه بقى تقول بقى هسيب لاولادي كل حاجه وانت معاك 4 جنيه في البنك كويس. طيب راح للدكتور، كان اياميها 2012 2011 مش عارف ايه، قال له بص ارجع البيت اتفرج على اهيف فيلمين لمحمود سعد، ومطلوب منك ما تتفرجش على التلفزيون بالليل. فاكرين ايام التلفزيون بالليل والبلاك بلوك والست دي اللي كل شويه تطلع تولع النار وتخش، دي الضفدعه دي كويس وهكذا. طيب احنا قال له ما تتفرجش على دي خالص، ما تتفرجش على الناس بتاعت بالليل دي خالص اللي بتولع دي، لان هو اكتشف ان هو ما عندوش حاجه، لكن من كتر عيني الاحباط اللي جابوه له ضغطه عمل ونبضه ولذلك انا اعتقد ان المصري القديم فعلا والمصري القديم نفس عن نفسه في رايي انا، يعني بانه هو رسم كل ما هو يريد ان يقوله. استر يا ذكي جدا، بص شوف، كبر لي شويه لو تسمح محمد، بص شوف المصري بيعمل ايه اهو، دي رسمه مصريه قديمه بتاعت شباب على الفيسبوك، يعني الفيسبوك من 4000 سنة كويس. انت عندك دلوقتي اصاحبي، مين اصاحبي ده وليه الراجل ده دمه خفيف قوي كده، وين المجموعة الجميلة دي اللي عمالة تضحكنا وتموتنا على سنة من الضحك وتموتنا على نفسنا احنا من الضحك، يعني تسخر مننا احنا كمان ومن نفسنا واحنا مبسوطين، هو ده. طيب بص بقى المصري القديم، راح هتطلق قطة، والقطة ديت بتحمي مجموعة من الاويز، هي تتقال كده الاوز حلو، ونحن نعلم ان القطه بتحب تاكل الاوز، يبقى حاميها ما انتوا اللي قلتوا مش انا خلاص طيب يبقى اذا هذه النكته الجميله، اولا نكته حلوه لذيذه تخفف من الضحك وبتاع، وثانيا نكته لاذعه فيها سخريه سياسيه على اعلى مستوى. وإذا أنت دخلت في عمق شوية القصة تجد أنه بيقول لك حتة رسالة مفيش أعمق من كده اجتماعيا. طب تعال نشوف الصورة بعديها، لقوا ماسكة عصاية وبتاع. طيب بص بقى، القطة شايلة الفار وبتهننه نونا نونا يا حبيبي مش عارف أجيب لك جوزين حمام كده. طيب توم وجيري، ادي اول توم وجيري في التاريخ اهو، اهو سرقوها مننا الفكره بتاعت ان القطه بتتضرب والفار الصغنن ده هو اللي بيكسب تمالي. عارف انت بعد كده بقت فتله هانم، طبعا انتوا ما تحضروش ولا انا احضر فتله هانم دي كانت ست يعني سمينه شويه في الجسم ورفيعه هانم، واخد بالك، ودي كانت كاريكاتير وكان المصريين بيتقتلوا من الضحك لما يشوفوها ان هي فتله هانم او رفيعه هانم، ومش عارف مين حنفيه فتحه الحنفيه ست سنيه كويس. فده وسنيه دي يعني ايه سنيه، يعني جا من سنيه، فهو كان ياخد الاسم يرسم بيه رسمه ضد الاسم خالص فالناس تضحك، يعني واخد بالك. فهنا بقى وخد بالك ان المصري في اللغه الهيروغليفيه الطفل المولود كان اسمه النن بالهيروغليفي، فعشان كده انت لسه في ودانك بترن كلمه مامتك دي لما كانت شايلاك او لما كانت شايلاكي، ها وانت قد كده اهو وعماله تقول لك ننا هو. ايه بقى ننا دي؟ ننا يعني الطفل الرضيع، اهو الطفل الرضيع اهو وعماله ايه تنيمك. شوف المصري يقول لك ايه، الاب قاعد مع ابنه يقول لك يا اخي حاجه، يقول له ضعف الخبز لامك واحملها كما حملتك فهي التي لم تتقزز من فضلاتك وهي التي لم تذهب الى جزء من الغرفه في ركنها لتقول لماذا افعل هذا، انا بعمل كده ليه، ايه بنظف الوحيده اللي مش هتعترض من تنظيف فضلاتك، لا تقول لي مراتك ولا تقول لي اختك ولا تقول لي حبيبتك ولا تقول لي الجن الازرق، هات لي احسن اتنين حبيب على الكورنيش بياكلوا ترمس وحلبه وكانز ومانز ولقمه القاضي
ودرة واي وفشار ومول وايس كريم كل ده وغروب وشروق وشايف القمر يا ليلى وبحبك ومش قادر وفيسبوك وقفل انت الاول بقى وكده واخد بالك كل ده كل ده. تعال اقول لها نظفي فضلاتي بكره الصبح. معلش هي هو يعني هو مثال صارخ شويه بس علشان افهمك المصري القديم والام ازاي. الام ازاي؟ فهي التي لم تتقزز من فضلاتك وهي التي اخذتك الى المدرسه، فاذا تزوجت وجدت لنفسك امراه وتركت المنزل فلا تهجرها، لانك اذا فعلت حينئذ تنهمر الدموع وحينئذ ترفع يداها شاكيه للسماء وربما تستجيب السماء الى شكواها. الدعوه واصله يا استاذ، مفيش على طول دايركت. خد بالك قوه يعني نوويه نووي. يقول لك ايه؟ بص عدد بقى من القطط بتسرفس على فيران سرفسه بقى، مسكنا تريس بقى وبنقدم مشروبات، اتفضلي يا استاذه. فين ده الفار بيشوف القطه بيفل الناحيه التانيه؟ لكن هنا المصري القديم بيعمل، انا بعتقد انها عمليه نفسيه بحته، اللي هو بيطلع من جواه حته ان مش كل واحد اقوى مني، انا لا انا اغلبك وانا صغير. وانتوا فاكرين قصه اندراكلس اند لاين او الاسد واندراكلس، والاسد ان هو مش عارف ايه والفار جه مش عارف عمل له ازاي والفار اللي اراد له مش الشبك والكلام اللي انتوا فاهمين. طب تعال نشوف الصوره اللي بعديها. ده ايه ده؟ ماسك له كمان مروحه وبيعمل له كده حاجه يعني اخر. القطه بتعمل بالمروحه للفار وهو قاعد على العرش. يا سلام العرش، قاعد على كرسي عرش الفار والقطه عماله تعمل له كده اهو. ها مين الملوك ومين الخدم؟ هنا في يعني ايه سخريه لاذعه. والمصري القديم كان بيحب قوي ان هو يبقى رقيق في الطب بتاعه، رقيق. سنو يعني طبيب، سنوت طبيبه، إميرت سنوت أميرة الطبيبات يعني مديرة المشرفة على الطبيبات بتوع القصر. يعني ده ما كانش فيه طبيبة واحدة، ده كان فيه طبيبة وفي مجموعة طبيبات وهي المديرة بتاعتهم، رئيس الحاكمات يعني. ولذلك كان من كتر رقته هذا الطبيب وهذا الدكتور المصري القديم كان مهتم جدا ان هو يخترع لأول مرة في التاريخ الأجهزة الاستعادية. حد بعيد عنكم رجله مثلا عملية فيها مثلا بتر الصبع بتاعي، فيروح عامل له صبع خشب أو يعمل له قدم. يعني دلوقتي مثلا دي حديثة، يعني دي قدم حديثة، واضح إن هي معمولة كجزء استعادي أو كجزء يعوض عن فقدان القدم الأصلية. ده شيء رقيق، إن أنت يعني أنا بسمي ده الطب الرقيق. يعني إيه الطب الرقيق؟ يعني إن أنت تحافظ على ان اللي ماشي في الشارع دوت مش يعني هو متألم، ده نمره واحد ربنا يعافي الجميع، ونمره اتنين كمان متألم من منظره الناس كلها هتبص فيروح عامل له دي. طب تعال نشوف الصوره اللي بعد، ده حديث اللي انتوا شايفينه ده قديم. ارجع تاني لو تسمع يا محمد، ده حديث، ده اليومين دول. ايه اللي بقى ده؟ من اوائل الاجهزه الاستعاضيه في التاريخ. قدم امرأة تم بتر اصبع الاكبر مسكينة، فيصنع لها اصبع من الخشب مرتبط بحتة تخش جوه القدم وتتربط بحبل زي سوري الجزم يعني كويس، وتثبت في الرجل عشان كده. وده له وظيفتين، ده الجهاز الاستعاضي ده ليه وظيفتين. هنشوف الصورة بعديها. تمام، ليه وظيفتين؟ انتوا شايفين الصوابع بتاعت المومياء، يعني الصوابع اللي طالعه دي بتاعت المومياء والصبع التاني بتاع الخشب. طيب الوظيفتين هما، الوظيفه الاولى اللي احنا قلناها اللي هو جهاز استعاضي في الحياه وكذا وكذا. طيب والوظيفه التانيه؟ ان في الحياه الاخرى لما اجي ابعث وانا كامل، يعني الكمال لله وحده طبعا، بس مفيش الصبع مش مفقود. يعني عملوا كده في ايه؟ عملوا كده في السنان، ووضعوا سنان مصنوعه من عاجل فيل. عشان كده اول طبيب اسنان في التاريخ
اللوجو بتاعه في الهيروغليفي كان سن الفيل قبح. طب ايه سن الفيل؟ ليش معنى سن الفيل يعني؟ كانوا يروحوا اسوان، يروحوا على جزيره الفنتين اهي جزيره الفنتين كويس، وكان هناك اوكشن ماركت للفيل، كان في سوق اوكشن مزاد، فيقف بقى الدكاتره، دكاتره بقى يروحوا اسوان اخد السن ده باربع معيز، اربع معيز وخروف، انا اسف، لا اربع معيز كويس، طب اربع معيز وضفدعه، طيب فيشتروا فيشتروا ده واخد بالك، وياخدوا العاج يرجعوا لعيادتهم ويبداوا ينحتوا ايه اسنان ويوصلوا بينها باسلاك ذهب، وده اكتشف يعني الاسلاك الذهب داخله، فده يعمل ايه؟ واحد يخليك تاكل كويس واسنان وبريدج زي دلوقتي وبورسلان ومش عارف ايه، وتاني حاجه ان انت لما تيجي تبعث في الحياه الاخرى تبعث وانت اسنانك زي الفل صفين، انا مش شايف قدامي غير صفين دبش معمول من الجرانيت. طيب تعال نشوف الصوره اللي بعدي. الله الله عليك يا مصري، ايه ده ايه ده، ايه ايه الابتكار ده، ايه اللي انت بتعلمه للدنيا ده؟ هنقوم هنفوق ولا ايه؟ هنفوق ونحصل هنا ولا ايه؟ طب انا بقول لك ارجع، ها يعني كل الناس يقول لك ايه الى الامام، انا بقول لك بقى الى الوراء. يعني في ناس تتخض مني لما اقول لهم ارجعوا ورا، يقولوا لي ورا يا استاذ كفايه ورا، فبقى لنا ثلاث سنين عمالين نربي بعضينا بالازايز وبتاع، ايه الحكايه ونحرق المجمع العلمي ومش عارف، عارف انت الراجل بتاع المجمع العلمي انا بحكي قصته تملي ده، لما رحت احكي يعني احمي حاولت احمي المجمع العلمي في الحريق، لقيت الناس بتدور الضرب ببعضها تاني يوم، والنار والدخان لسه طالع تاني يوم، فقابلني واحد من الشباب بقى الجميل بقى اللي واقف هناك ماسك بقى الطاسه الزرقاء دي بتاعته عشان الطوب، فبقول له فجالي اذا شافني يعني في التلفزيون ولا بتاع، فراجع بيقول لي ايه احنا عارفين ان حضرتك يعني زعلان يا استاذ بسام، طبعا انت لما تبصي في وشه بتشوف الراجل ما مش نايم بقى له 33 سنه يعني، فقلت له يا اخي بص المنظر ده، قال لي بس مش احنا اللي عملناه، هم اللي حرقوه، طبعا مين هم ما تسالش ده لازم تتعلمها يعني، ما تسالش هم مين، قلت له يا اخي عايزين مننا ايه الناس دي، قال لي انا عن نفسي ما رميتش غير ازازه مولوتوف واحده، قلت له بتعمل ايه، تعمل حاجه ازازه مولوتوف واحده دي ما تعملش حاجه، مش هي دي اللي احنا شفناها في التلفزيون لما اترمت على الشجره طفت بعديها بشويه، هي دي، لان فيها فعلا في واحده اترمت في الشجره وطفت بعديها بشويه، طبعا انا عارف ان مش هو اللي رماها، واخد بالك، قال انا عارف بس سامع يعني انت زعلان بس لا مؤاخذه يعني البني ادم ولا الكراس، قلت له الكراس انت جبت الكراس، حسيت ان انا قاعد بقطع في كراس، هعمل سلطه واجيب فيها كراس واجيب فيها فجل. طيب نرجع مرجوعين يعني قصص برضو بتحصل للواحد في حياته، استنوا كتابي اعترافات بسام الشماع، الكتاب ده هيبيع ايه تحفه كويس كده، طيب تعال نشوف الايه اللي بعديها، يا سلام عليك يا مصري اهو، وراح بادئ بقى تشريح، تشريح مين يا عم، ده انا هسمي الهيروغليفي بكل الاجهزه اللي موجوده في جسم الانسان، من جهاز هضمي لجهاز تنفسي لجهاز كذا للجمجمه للعينين، وبدا يسمي كل قطعه فيها بالهيروغليفي. طيب تعال نشوف عشان ما نخشش في ديتيلز، تعال نشوف اللي بعديها، لان هو كان خد بالك المصري، اتفضل، المصري القديم عرف البروكتولوجي يعني هو عرف كمان مشكله النسور وعرف مشكله فتحات الشرج والالتهابات الشرج وكل الحاجات دي وعرفها ودرسها دراسه جامده، وكان في دكتور للملك اسمه دكتور يعني اسمه كده اللقب بتاعه طبيب يعني كده فتحه شرج الملك، ده متخصص في ده، عشان كده معلش يعني الطب يعني لا حياء في الطب يعني لا حياء في العلم يعني كويس كده، هو لما دخل اليونان وتهبلوا بالمصريين وبص عليهم ايه ده الناس دي بتعمل ايه كويس، فقالوا كلمتهم الشهيره يوجد لديهم طبيب لاوجاع البطن، ده مين ده اليونان، ده الدكاتره اليونان جايين بينبهروا بان انت عندك واحد متخصص في البطنه، مش انت مسميه كده، مش انت مسميه دكتور بطنه، ولديهم طبيب لامراض العيون الايرت بالهيروغليفي ايرت عيون، يعني ايه عندك التخصص، ما كانش في اليونان في اليونان اللي ابو كراتوس اللي علم الدنيا الطب، ها يجوا يستغربوا عندنا، ها افلاطون عايز ادرس الناس دي عايز اذاكرهم، مين دول، ايه الناس اللي قاعده في وسط هذه البلد وعماله تعلم الدنيا الحضاره، افلاطون جاب زيت من عنده في اثينا وحطه في جرار وجه على مصر يبيع زيت للناس عشان يعرف يصرف على رحلته جوه مصر عشان يذاكر المصريين، خليته افلاطون يبيع زيت، عمرك شفت شعب جبار اكتر من كده، الراجل باع زيت مش جاب زيت لا باع زيت،
طيب اتفضل. هنا حته مهمه محمد، هنا حته مهمه. احنا قلنا الايب اللي هو القلب، وعملنا يعني عملنا محاضره كامله عن القلب، وارجعوا لها تاني وكلها مسجله هنا. والحته بقى بتاعت المعده دي عجباني قوي، ان الفم بتاع المعده سماه ار ايب. ار يعني بق، فم بالهيروغليفي. يبقى فم ايه؟ فم القلب. انت تقول فم ايه؟ فم المعده. لا، هو بقى اذكى منك، هو كطبيب وكمشرح اذكى منك، سماها ايه؟ سماها فم القلب. ايه بقى؟ انا بفسر الكلمه دي على ان المصري القديم علم ان كل من يدخل معدات، كل ما تدخل معدتك تؤثر على قلبك. اكلت دهون هتخش معدتك لكن هتاثر على القلب. طيب وايه نظام الفيسلز؟ ايه نظام العروق والاورده؟ المصري القديم عرف الاورده والاورده والعضلات والعظام الزوانون، كل ده كان ليه تسميه واحده. معلش بقى، ما في حاجات برضو ما كانش يعني عارفها كلها، وسماها ميتو بالهيروغليفي. ميتو يعني الاورده والايه والشرايين والعظام الزوانون دي والايه والعضلات، يعني اي حاجه ستريتش كده اهوت تبقى ايه، تبقى ميتو. وكان يعتقد، وده خطا طبعا، لكن كان يعتقد ان الهواء اللي احنا بنتنفسه من انفنا يخش على اللنجز، يخش على الرئه، ويطلع من الرئه ينتشر في الميتو، ينتشر في الاورده والشرايين، وينتهي به الامر في فتحه القاعده. وده شرحه لفكره الريح، ان الريح اللي بتطلع، الويند اللي بتطلع من الانسان، هي دي الويند اللي دخلت من فوق بعد ما عدت على كل ده. طبعا ده شرح ايه يعني مش مظبوط، لكن ايه يعني هنقول ان دي من ضمن الحاجات اللي فلتت منه. ماشي، عشان برضو مفيش من حقه بقى شويه بقى حاجه كده. لكن نعم، انا الرسومات دي مصريه؟ لا طبعا، لا لا لا، ده رسمي يبين لك. لا يعني دي لبرديه ولا للاسماء، اسماء. اتفضل. ولذلك لا، هو عانى كمان من حاجات معينه. انا ما بقولش كل حاجه از هونكي دوري زي ما بيسموها يعني في انجلترا، مش كل حاجه تحفه يعني. نهر النيل ميه بتجري، ميه بتجري تقتل البلهارسيا. وكان معايا واحد جابوه من انجلترا مره، وكان كل شويه يلبس الويلنجتون بوت بتاعه ويجيب الجرادل، وطلب مننا جرادل، وعملنا 10 ليالي في النيل، وما كانش ينزل معايا المعبد مع المجموعه، وكان ينزل في كل حته نقف فيها، تل العمارنة، المنيا، مش عارف مين، سوهاج، اسيوط، ينزل بالجرادل وعامل ميه كده، وداخل الاوضه بتاعته يقعد يطلع ويطلع في سنيل 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 سنيل، طول ما انت ماشي جواجع 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 جوجع 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 القواقع يعني. في اخر المتم 10 ليالي في النيل، يا عم انت بتعمل ايه؟ طلع بقى بس لي كده، قال لي مفيش بالهرسه في النيل. خدت عقلك، امال احنا بقى لنا 100 سنه بنقول ايه؟ مفيش بالهرسه في النيل. قال لي ما شفتش جوجع واحد. ليه؟ لان انت هتحتاج الميه لايه؟ الركض. فاكرين اعرفش زمان برضو الناس العجازه لحياتي، كان في حاجه اسمها تماسيح النيل، ودول اللي كانوا ايه زي ابو هيف بقى والشله اللي تعمل لك 40 كيلو السباحه دي من غير ما حد يكلمها دي. فكان بيبقى فيه سباق في النيل، كانت الناس تيجي من كل حته في العالم وتعمل السباق بتاع النيل. كويس. طيب فاتفقنا بقى هنا بقى بيستخدم الشادوف، ده اختراع جميل للري. وزي ما اتفقنا شفنا الشادوف دوت في متحف شيكاغو بشيكاغو بولايه الينوي، وشفت 2x2 اطفال صغيرين في الفصل الامريكاني، والمدرسه بتاعتهم موديهم قدام الشادوف وعاملين لهم ترعه في المتحف. ايوه، والترعه فيها ميه، والشادوف فيه الباقوتي، الباقوتي، ايوه الباقوتي كلمه قبطيه قديمه، الباقوتي اللي هو الباقوتي اللي هو تحت ده زي الجردل ده، وكل طفل يطلع يلا ديفيد جو اند يوزر مش عارف ايه، فتروح مدياله الامر، يروح الولد طالع قد كده اهوت يدقلك كده على السلالم زي العسل، ويروح ماسك الشادوف ويروح عامل كده ومطلع كده ويروح راشش الميه، ويبقى انت كده عملت اول اداه ري في التاريخ. انا واقف بقى مش عايز اقول لكم رقبتي فين، بتكسر بقى في السقف بتاع المتحف من كتر ما هي عماله تطول تطول. انا طولت ليه؟ اي بني ادم عايز يطول تعالى ذاكر معايا مصر القديمه. فحاجه تفرح، وحته شادوف، ماذا عن اطفالنا الان والشادوف؟ كم طفل في مصر يعرف عن الشادوف؟ وهو مش كده؟ وهو اختراع تل عمران اهو، ادي التله اللي عمرنا، وادي الاستاذ في وقت الملك اخناتن او اخنيتن او اخناتون، ها، وايه تل العمارنه. خد بالك بقى، انت ملاحظ الراجل ده في ايه؟ عنده ظهره في اتب زي احدب كده نورتردام، يعني زي ايه طالع كده ايه. ده في بعض الدكاتره بيقولوا او قراءات بتقول ان هو من كتر ما هو
عمال في هذا المجهود المضني للفلاح المصري العظيم. يا عيني عليك يا فلاح يا مصري، طول عمرك مكافح وعمال يستخدم الشادوف. وعلى فكرة مرة قرأت في الجينيس بوك اوف ريكوردز، جينيس بوك اوف ريكوردز اللي هو موسوعة جينيس للأرقام القياسية، هقولها ثالث، جينيس للأرقام القياسية، يعني مش جينيس علشان الإخوة الإعلاميين بس، في موضوع جينيس. جينيس مين يا ماما؟ جينيس دي اللي بنلبسه احنا، البنطلون اللي بنلبسه دي اسمها جينيس خلاص. فهي موقوع، هي موسوعه جينيس للارقام القياسيه. وقرات في اوائل صفحتها ان اقدم، انت عارف بقى اقدم، اكبر، اطول، اعظم، انت عارف بقى جينيس بقى. فيقول لك اقدم اغنيه في التاريخ كانت اغنيه يطلق عليها اغنيه الشادوف، ودي الاغنيه اللي كان الفلاح المصري عمال يشتغل وعمال يغنيها اخر روقان، طالع عينه وطالع له احدف في ظهره وعينه طالعه من الميه اللي مش عايزه تطلع، وكل شويه نقول له 14 ذراع و15، ده يا راجل 15 ذراع عملت مجاعه في مصر. ايه رايك بقى في احد الظروف يعني ايام دوله الاسلام 15 ذراع وكانوا ثلاث اصابع، يعني 15 ذراع كل ذراع 52 سم اتفقنا، وثلاث اصابع الارتفاع بتاع الميه بتاع نهر النيل جابت مجاعه. يقول لك الغلاء، يعني في المؤرخين المسلمين يكتبوا لك الغلاء، المجاعة بقى، الناس تاكل بقى وتاكل نفسها وتاكل بعضها وتاكل ايه، وياكلوا العيال ويشوا العيال، ويقول لك وقد المقريزي يكتب لك بقى والمسعودي يكتب لك وكعب الاحبار، وبعدين يقول لك ايه، وقد وجدنا هذه السيدة التي قبض عليها الناس وهي تشد لحم طفل مشوي، وحاجات تسمع بقى كلام يشيبك. ده اللي بيحصل لما النيل ما بيديناش. طب انت بتعمل ايه في النيل دلوقتي؟ بتعمل ايه في النيل دلوقتي عشان تيجي بعد كده تعيط ان هيتقفل عليك الام؟ ما احنا بقالنا مليون سنه بنقول خدوا بالكم الام هتتقفل، وده احنا ما بنجيبهوش من دماغنا، ده لان احنا قارئين لكتب في التاريخ، وكتب التاريخ بيقول لك ان الحبش قبل كده مليون مره هددتك بقفل المياه، عمد صهيون، جبر مثقل، كل دي اسماء ناس حكام في الحبشه القديمه، ابيسينيا، انشيت ابيسينيا، وكانوا يبعتوا كده القلاوون يقولوا له في ايام المماليك، يقولوا له سوف نقطع عليك مياه النهر، فيجري قلاوون على الاسكندريه حيث العباقره والعلماء. انت عارف بقى اسكندريه مصدره العلماء والعباقره للعالم يا ابني، مدينه عماله تفرخ كده في العباقره طول ما هي قاعده. ايه قصدك ايه يعني؟ كويس كده. فجم ايه؟ قال له يا علماء الاسكندريه يعرف يقتل يقفل عليا الميه؟ قال له لا. قال له براكتيكلي ما يقدرش، يعني عمليا ما يقدرش يقفل عليك الميه. ارتحنا ارتحنا، نقعد بقى، تعالى يا عم جبره مثقل، تعالى يا عم عمد صهيون، انت متضايق مننا ليه؟ انتوا تعاملوا الكنيسه المصريه معامله، رمموا الكنائس المصريه انتوا سايبينها ليه ومهملينها؟ حاضر، رمم يا عم الكنائس المصريه علشان الناس، لان انت عارف كان في كنيستين في افريقيا وهي كنيسه الحبشه او كنيسه ابيثينيا اثيوبيا والكنيسه القبطيه المصريه. هنشوف الصوره اللي بعديها. يا سلام، ادي الست اهي، الست اهي، الست اللي هو الاسم الاصلي الايزيس، وهي هنا حامل. هي هنا حامل حاجه ما بتاخدش بالك منها في كومومبو الا لو ركزت قوي في بطنها، هتلاقي قاعده. وطبعا حكايه كرسي الحمل وكرسي الولاده ده كان اختراع مصري صرف، روحوا المتحف المصري هتلاقوا الكراسي، والكراسي دي استخدمت بعد كده في دوله الاسلام. ولما تروحوا اماكن كتيره زي مثلا لما تروحوا احمد بن طولون وتروحوا امنه بنت سالم، بيت الكريتليه، هتفي اوض معينه في الحتت دي في الاماكن الاسلاميه دي هتلاقي فيها الكراسي اللي هي كانت كراسي بيسموها البريجننسي تشير او كرسي الولاد او كرسي الحمل. فضل طبعا هنا طبعا هتخلف حورس، طبعا هتخلف حر الصقر. ادي الصقر هو حورس جاب، اهلا وسهلا، الف مبروك يا ست، جالك ولد، الف مبروك جالك عصفوره، الف مبروك جالك صقر، وهو ابنك الوحيد، حافظي عليه بقى. راحت واخداه جري وطلع على الدلتا وراحت حطاه في الاحراش وحولت نفسها الانثى العقاب، نسر قوي جدا كده باجنحه رهيبه، وراحت واقفه له فوق كده، جدع قرب بقى يا حلو، ده ابني الوحيد، ده ابني الوحيد، اقعد احافظ عليه لان خلاص راح، ما راح جوزي اتقتل واخوه قتل وعايز يتجوزني، مين اللي هيحميني؟ ابني، عضدي، ظهري، يا جملي، يا صقري. هنا بقى خلاص كده، فهتلاقي البيبي الصغنن اهو، وادي العين الكبيره بتاعت وجت عين الحمايه. عشان كده في الطب كانوا يحطوها بريسكريبشن، كانوا يحطوها فوق في الطب، وكانوا يلبسوها تميمه للاطفال ويحطوها تميمه على الجثمان بتاع المتوفى، علشان يعني في ساعات كانوا بيدخلوها جوه لفافات الكتان كمان هنا في الحته دي، واخد بالك؟ وكان ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل حمايه.
ليلمك. فهو هنا بيحميها، يبقى امه جنبيه وادي العين. واتفقنا قبل كده هوت على صفه الطرف ان في الكتاب القبطيه هي جميله او هو جميل. ناء ادي همزه فوق اهي، ناء ونوس بعديها، فناء نوس يعني جميله، جميل العين اهيت، امه جنبيه، يبقى ناء نوس عين امه. يبقى حورس هنا كلكم عرفتوها دي. طيب اتفضل. عايزك تاخد الصوره دي تطلعها من على النت مره ولا حاجه، لو تخش عندي في ماي فوتوز ولا حاجه، وامسك الصوره دي واعملها كده، مش هي عامله كده، وقفها كده، شوف ايه اللي هيجي لك. متخيل معايا؟ لو جبت العين بتاعت واجت، عين الطب وعين الرؤيه وعين الشفاء، ها، واعملها كده. لا مش هعملها لك، بس عايزك عشان ترجع البيت تشتغل انت شويه، وقول لي شفت ايه. هتشوف حاجه اغرب من الخيال، عشان تعرف ان انت، يقول لك ايه بقى، يقول لك you only see what you want to see. انت عايز تشوف اللي انت عايز تشوفه بس. عارف امتى بقى تبقى العمليه الحياه دي بالنسبه لك تختلف تماما، وتبقى حياه في منتهى الاثاره اللي في الدنيا؟ عندما تشيل من على عينك او تزيح من على عينك غشاوه العين الواحده. شيل اللي متقالك، شيل اللي متقالك ان انت الحصان، عارف مش همشي يمين ولا شمال، عشان لو دخلت يمين احتمال اقع، ولو دخلت شمال احتمال اغلط، وخلينا ماشي على طول. لا شيل الغشاوه دي، هتشوف دنيا تانية خالص، وخصوصا في التاريخ ده هتشوف فيه حاجه عجيبه قوي لما توقفها كده. طيب طبعا القلب زي ما اتفقنا اللي هو الاب، وعندنا وزن القلب مع العداله، علشان في يوم الحساب انت لازم تبقى عادل. اتفضل يا محمد. وادي القلب اهو، يبقى اهو معمول كمان اميلتس، كمان معمول على هيئه تمائم ومكتوب عليه. وعلى فكره ساعات كانوا بيستخدموا التمائم ديت في دعوات الفرح، يكتب دعوه الفرح زي ما انت بتعمل كده ورقه ومش عارف ايه، والعروسين ويعيشوا في حياه جميله ويولعوا في بحر. فشوف دعوه من القلب، دعوه من الايب. اتفضل. بوليومولايتس. طيب بصوا يا شباب، لا ده حاجات احنا بنبقى عارفينها كويس. فقال لك حتى الامراض اللي كانت بتيجي، او حتى الولاده وفي حاجه خلقيه في الانسان، فهذا يعني مثلا زي شلل الاطفال مثلا كويس، او عدم نماء عظمه مقابل عظمه اخرى وانت صغير، فبالتالي بينتهي بيك الامر ان مشط رجلك بيبقى على الارض وكعب رجلك مرفوع لفوق، فيطلق عليك حاجه في العلم يعني اسمها بوليو او بوليومولايتس. الدكاتره خلاص اتفقوا، المحترمين يعني اتفقوا معايا على انه بوليومولايتس اللي احنا شايفينه قدامنا دوت، والنوع من انواع الشلل اللي بيجي للانسان. ولكن الجمال ليه انا جايب لكم المنظر، رغم انتوا عارفين انا ما بحبش ان انا ابين مومياوات، لان انا بقى طالب بعوده المومياوات الى مقابرها، لكن دي صور توريكوا الاتي، توريكوا ان مصر القديم كان بخه، كان فكره مرتقي جدا، الى حيث ان ما خليش الإعاقة الجسدية تخليك أنت ما تاخدش حقوقك في الحياة. يعني هذا الرجل المصاب بالبوليوميلايتس ملك، يعني وصل لعرش مصر، اللي هو إيه؟ اللي هو سبتاح، عنده حتة مقبرة في وادي الملوك، حتة مقبرة ما حدش معبرها، حتة مقبرة تحفة التحف، الوان ايه بقى مش عايز اقولك، وحاطين بلاستيك عشان يحموها، وتحفه. سبتاح ما حكمش كتير، عدد سنين قليل جدا، ولكن مثال على ان انت مش عشان عندك شلل اطفال او عندك بوليوميلايتس او كذا يبقى ايه، او انفيتال باراليسيس يبقى ايه، يبقى تقعد انت وما تعملش اي حاجه في الدنيا بقى، ما تاخدش اي حقوق بتاع. لا وصلنا هو ملك وزي الفل وحكم وتم تحنيطه، وما تحاولش ان هو يتخبى حاجه في التحنيط، يعني المحنطين ما عملوش حاجه في الرجلين مثلا ولا زودوا حاجه عشان ما يبقى، لا خالص خالص، انا كده واتخلقت كده عادي وبتاع كده. ولذلك يقول لك ايه المصري القديم، يقول لك ايه، لا تسخر من اعمى ولا تسخر من الذي يعرج. اللي بيعرج دوت ما تقولش، ما تقعدش تعمل معاه كده. احنا للاسف برضو في المدارس، ها، والاقزام، الدورفزم، التقزم، لا بص الكلام ده مش التقزم، بص في حاجة على فكرة الأطباء لقوها في التقزم في مصر القديمة يدل على رقي حضارة على مستوى،
على مدار آلاف الآلاف الروشتات اللي تم قراءتها، ما فيش حالة واحدة مرضية اسمها تقزم. يعني التقزم لم ينظر إليه في مصر القديمة أبداً على أنه مرض. والدليل سنب القزم الشهير اللي هو مراته طويلة وهو قاعد جنبي وهي غاية، أنا كمان اللي بقول الست دي شبه أم كلثوم، وهي غاية في السعادة، بل إنها بتؤكد سعادتها بأنها حط بالضبط زي ما أنت عملت كده بالضبط مع معاكي، مع إنها حط إيديها ورا كتفه وحضناه من هنا وبالإيد التانية ماسكة فيه إيه كده اللي هو مش سفلت يا عم جادة. خلاص، وكمان البيبيهين كمان جنبيه بتوع العيلة، صورة عائلية جميلة من بتاعة العيد زمان اللي كنا بناخدها لما كنا بنروح وإحنا بيبيهات ويلبسونا بيبيونا زي الفراشة ويبقى شكلنا غريب. اتفضل. الفنتياسيسز يعني من ضمن داء الفيل او مرض الفيل، وده كان من ضمن الاتهامات لهذا التمثال، واحنا عملناه في المتحف المصري وقفنا قدامه ساعة الا ربع. خلاص، حاجة اغرب من الخيال. يعني انا مش قادر افهم ازاي الجامعة اتعلم غلط. ما انا بقولك بقى، ما هو ده خريج جامعة، ما ده خريج نفس الرجل اللي قال لكم اكيد. ان قال ايه الالفانتيسيز ما يجيش، الاداء الفيل ما يجيش غير للرجاله بقى، غير للستات بس. صباح الخير يا اساتذه اهو. سيدتي الدكتور الاستاذ الدكتور علي الظواهري، واحد من التوب دكاتره عظام في هذا البلد الكريم، اتصلت بيه بالعكس، ده انا معايا اوري لك هنا اهوت الرد، مسج مكتوب قلت له بعد ما انتوا كلمتوني في المتحف قلت له هتلعبوه في دماغي ليه؟ ما انا مذاكر الفانتيسيزمز من زمان، انا كمان انا مش طبيب لكن بذاكر الحاجات دي عشان اعرف اكتب في الكلام ده واعرف اقف في وسط 600 دكتور من العالم اعرف اقول كلمه ما حدش طلعني فيها غلط، انا كمان مش عايز اطلع غلط قدام الناس. يا دكتور الفانتيسيزم ده الفيل بيجي، اصل دي بقى ناموسه وقرصه مش عليها قصه كده. طيب الكلام ده يحصل للستات بس؟ قال لي بوث ومن من، ما فيهاش جدال، لا في قال بقى نسبه هنا ولا نسبه هنا. فانا مش قادر افهم. ومع ذلك يا ستي انا مش مفاجئ قوي ان الجامعه بتعلمكم كده. سكت انا، ما انا حكيت لك قبل كده ان انا كنت بعمل برامج في عند دياب، عند عمرو دياب، كنا بنروح شقته بنطلع على النت، عنده راديو على النت اسمه دياب اف ام، فكان بيديني ساعتين كل اسبوع اقعد اتكلم كده انا وسلمى صباحي وشريف اسماعيل اللي هو كسب بعد كده احسن مغني في الشرق الاوسط ده، فاكرينه انت جميل ربنا يكرمهم جميعا. المهم فلقيت طالب بعت لي من الجامعه واحنا على الهواء مباشره، اشكرك دقايق معدوده ونخلص، اشكرك كويس، وفاجأ بان الاستاذ بعت لي هذا الطالب الكريم بيبعت لي الحقني استاذ بسام، كنت عامل انا ساعتين ضد اليهود يعني ضد الصهاينه، فقال لي الحقني الدكتور عندنا في الجامعه بيقول ان بني اسرائيل ساعدت في بناء الهرم. قلت له اوعك تقول لي على اسم الدكتور، عشان لما انا بقى قاعد بقى لي 15 20 سنه عمال اصرخ في كل حته في العالم واخش جوه متحف اسرائيل والست بتاعت اسرائيل اقول لها الاثار دي تقول لي اور امريكان فريندز، مين اللي اداك الهدايا دي يا حبيبتي؟ اور امريكان فريندز. مونتشو حتب الثاني، الله يخليكم، مفيش حاجه اسمها مونتو حطب، ربنا يكرمكم. حطب دي مفيش حطب، حطب دي لما تبقى حاطط حطب فوق بعضيها كده اهو عشان تعمل حطب كبير. ايه الحطب الكبير؟ مفيش حاجه اسمها حطب كبير. اتفضل، هنا بقى التاج الايه بس؟ التاج الاحمر. طيب الاستاذ حيم ايونو مهندس الهرم الاكبر حبيبنا ده، وحيم ايونو له اكثر من لقب ومكتوب على القاعده بتاع التمثال اللي موجوده في التزهايم في متحف اسمه رومر اندوبلياتزيس ميوزيم، الالمان سارقينه من القرن العشرين وحاطينه هناك واحنا حاولنا بقى نرجعه ومش عارف ايه وبتاع، وقعدت مع وزير الاثار دكتور محمد ابراهيم وقعدت اقول له عايزين نرجع حيم ايونو، بدي له الكتاب اللي انا كاتبه على حيم ايونو، فبقول له كتاب صغير كده بسيط، فبقول له حيم ايونو بقى دكتور عشان نرجعه بقى يا دكتور، مش ترجعه حاجه انت مين احنا وانت مين اشتغل معاه شويه، فهو بيعمل واحنا بنعمل ونشوف. والمهم في الاخر خالص بصوا كويس قوي على الاستاذ حيم ايونو، جيوكوماستيا، يعني ده برضو نوع من انواع الامراض اللي ممكن تيجي عن طريق زياده الوزن فيصبح ثدي الرجل يشبه لثدي المرأة ويبقى فيه فاتس، يبقى فيه نوع من انواع الدهون اللي بتزيد شوية،
هو ما كانش عنده مشكله ان هو يظهر كده. This is me، ده انا، مش هتجمل ها ولا هكذب ولا هعمل صورتي زي رعمسيس الثاني ها بابوت وانا عندي 90 سنه وواقف ايه زنهار حاجه فله والعضلات والعينين اللي بصه للابديه والوش التحفه والمفتول العضلات وهو راجل بيموت 89 سنه واخد بالك وواقف 20 متر ارتفاع و1000 طن في الرمسيوم المعبد بتاعه التمثال الرهيب بتاعه وايه حكاه حكو حاكم الحكام كمان يعني حاطط على الكتف بتاعه كده حكاه حكو حاكم الحكام. تعال نشوف الصوره اللي بعديها. انا عاجبني قوي حمق عيونه اهو. يا سلام، تحيه تحيه وتقدير لك يا راجل يا مصري يا عظيم، نديك عظيم سلام، وانت اللي تستاهل علم مصر، وانت اللي تستاهل نقول لك شوك ران بجد، لان انت معقد مهندسين العالم لغايه دلوقتي. ولما تتنطط لما تتنطط يا بسام ويا عالم المصريات ويا عالم الدنيا كلها مش هتعرف الهرم اتبنى ازاي. اديني قلت لكم خلاص فصل في القمر في الامر الا في حاله واحده. اعمل لي نظريات زي ما انت عايز الا في حاله واحده، ايجاد برديه حام ايون بس، دي اللي ايه هيحتكم الامر وهيبقى حام ايونه عمرو. خلاص ده الراجل اللي هيحدد لنا. اتفضل، شكرا، اشكرك يا حام ايون. من اللي مش عارف بس كنت اشكر دي ولا لا، دي مش عارف. الاستاذه المدام كليوباترا السابعه او كليوباتور السابعه، اسمها كده كليوباتور المحبه لابيها، دلوعه باباها عز رستم بقى تسميها ايه، دلوعه باباها، دلوعه بابا دكتور عز رستم. هي دي، لا هي دي كليوباترا الاصليه دي. انسى بقى اليزابيث تايلر وانسى فيفيان لي وانسى لبنى عبد الفتاح وكل الممثلين المشهورين دول. دي عمله في المتحف البريطاني ودي عمله مهمه جدا ودي من الخمسه الكبار اللي انا بطالب بعودتهم بالمناسبه. وكليوباترا السابعه لما تطلع من المدفن دلوقتي وتقابلني بره الساقيه هتشد على ايدي وتقول لي ميرسي يا مستر بسام، ومتشكره على ان انت ظهرتني كده اهو. ليه؟ هو في واحده ست بتحب تظهر كده؟ في واحده ست بتحب تظهر كده وبعد ما قلت لي اليزابيث تايلر وعينين السيامي وعينين بتاع والقصص الوهميه بتاعت هوليود دي؟ هقول لك اه. هتقولي طب وليه كليوباترا تشكرك؟ انهي واحده ست دي تيجي تشكر راجل عشان طلعها وحشه؟ بيحصل ده؟ ما بيحصلش، خلينا نتكلم يعني. الا في حاله الست دي، فانت تقولي لي ليه؟ اقول لك لان انا شلت من عليها الاتهام اللي حطه يوسفيوس اليهودي، يوسفيوس اليهودي مؤرخ مشهور. للاسف تقعد مع علماء، يوسفيوس اليهودي قال نعم، انت هتاخد تاريخ مصر من يوسفيوس اللي سمى نفسه يوسفيوس اليهودي، هو اللي مسمي مش انا، هو اسمه كده يوسفيوس ده جو، الكتاب المخطوط بتاعه اسمه ايه؟ جويش انتيكويتيز، اثار يهوديه. اقولك ايه تاني؟ اقولك ايه تاني؟ فهو اللي طلع عليها انها استخدمت جسدها واستخدمت جمالها واغرت مش عارف مين وجوزت مين وخلفت مين والكلام ده كله. الست كانت ضربه ضربه، انا ما بحبهاش كشخصيه في التاريخ، لكن دي حاجه تانيه. وتحضر لي محاضره بقى اللي عملتها لكم هنا برضو اللي هي كليوباترا وهيباتيا سيدتان في الميزان، دي كانت محاضره مهمه وعرضنا فيها مين هي هيباتيا بتاعت اسكندريه اللي هي اللي اتقتلت يعني قتل خطير، وكان اتكلم عليها اسمه ايه في عزازيل. وفي نفس الوقت كليوباترا حطينا الاثنين في الميزان وقلنا ان هيباتيا يعني ما فيش اثار، يعني ما فيش اثار لهيباتيا، يعني ما انت ما تعرفش هيباتيا دي اصلا شكلها عامل ازاي اصلا، ولا حتى فين دراساتها اللي هي عملتها، لان كل الحاجات بتاعتها اتحرقت واتعملت لما جم قتلوها واعدموها، اللي هي لانها لم تؤمن بالمسيحيه وكانت بتؤمن بالوثنيه او يعني بطريقتها الخاصه. طب ده موضوع تاني، خلاص احنا بنخلص. طبعا يعني كل ما تيجي تتكلم على كليوباترا تفتكر الاستاذه، يعني مين فينا ما بيحبش فاطمه؟ يعني من ذا الذي لا يحب فاطمه؟ يعني ده احنا كلنا بنعشق فاطمه يعني. طيب اتفضل، شكرا يا اليزابيث، يعني اسعد حسني، متشكرين قوي برضو. يا سلام، ايه ده؟ قمر فعلا. لكن هقول لك على حاجه عجيبه جدا، هي اتجوزت 7 مرات زي ما انت عارف، وكانت النكته اللي كنت بقولها للانجليز تملي اللي بيسلم عليها تتجوزه، يعني الست دي كانت بتتجوز بسهوله قوي. طيب خلاص مالناش دعوه، دي حياتها الشخصيه. لكن بصي كويس قوي في عينيها، الصور دي انا جايبها لكم المره دي عشان العينين، العينين انت مالي هتلاقي فيه الكحل الاسود المشهور بتاع الست المصريه كل شويه تروح حاطه لك كحل وتروح عامله لك كده اهو. ها ايه الكحل السبيك ده؟ ايه الاصرار على وضع الكحل الاسود السبيك ده اللي عند المصريه القديمه والمصري القديم كمان؟ مش انت بتروح تشوف الكاتب المصري حاطط كحل؟
ايه حكايه الكحل الاسود السميك اللي فوق ده؟ اكتشفوا ايه؟ الكحل في لد، في ماده رصاص، والرصاص في حاجه اسمها نيتريك اوكسايد. دي حاجات احنا عارفينها الكيماويين، ما لكوش انتوا دعوه بيها. نيتريك اوكسايد، انا قاعد معايا رئيسه قسم الطاقه الذريه والنوويه في جمهوريه مصر العربيه، كويس كده؟ ف هذا مش هزار، كويس. فهذا النيتريك اوكسايد يقتل البكتيريا ويقتل الانفكشن بتاع العين. فالكحل الاسود السميك ده كان يقتل لك اي نوع من انواع البكتيريا اللي ممكن ياثر على عينيك، فيعمل دمل، فيعمل مش عارف، عارف انت النظام ده، طلع لي دمل احط ميه سخنه وشاي، هات كيس شاي وحطه على عينيك كده هتبقى هاي خلاص. لا، المصري بقى راح حاطط كده بحيث ان النسبه البسيطه، اصل خد بالك نسبه اللد دي لو طلعت كده النقيض على طول. عشان كده انتوا بتستخدموا الميك اب بتاعكم ده، انا بتكلم احنا على الستات طبعا، كويس كويس. فانتوا بتستخدموا الميك اب لما تيجي تبصي ورا يقول لك ايه نسبه الرصاص في الروج، ايه نسبه الرصاص في مش عارفه البودره البروجاجو، ايه مش عارف ايه ليه نسبه اللد ده لما بيزيد بيبقى مضر جدا. طيب، فهو ظبط اللد ده على ما يبدو، والملح اللي جواه والنيتريك اوكسيد اللي جواه، فيبدا يبقى حامل عينيكي. وحاجه ثانيا، الاسود ده لقوه حاجه غريبه جدا في فرنسا السنه اللي قبل اللي فاتت، لقوا سموه حتى كليوباترا كهل يعني، فهم لقوا حاجه غريبه، لقوا ان الكحل الاسود ده يعمل كريفلكتنج لحاجه اسمها الجلير بتاع الشمس. انت لما تبقى ماشي والشمس مقتصه على عينيك قوي، فتروح انت عامل ازاي؟ فتضطر بقى تبص تلاقي بقى ايه الرجاله راحوا جايبين بقى النضارات دي اللي هي اللي عامله زي العصابه دي بتاعت عصابه القناع الاسود دي، بيلبسها عشان يقول للناس انها عصابه، والست تلبس التلفزيون في اليمين والتلفزيون في الشمال، فتبقى كده وكده وما تعرفش هي بتتكلم فين وبتبص فين وهي بتكلمك. خلاص تضطر انت تخش ترمي بقى ايه، عارف صياده السمك، تدخلها جوه عشان تعرف تطلع عينيها عشان تعرف هي باصه فين. كل ده المصري القديم حطه على جنب وراح عامل الاختراع ده بحيث ان الجلير اقتصاص الشمس ده يحصل له ريفلكشن، تبقى هي دي نظاره الشمس وهي ماشيه. وخد بالك هم كانوا محتاجين ده. انتوا فاكرين القصه بتاعتي اللي قلتها لكم بتاعت اسكندريه، اللي قال لك ان الناس في الاسكندريه كانوا يمشون لمده 70 سنه ماشيين في شوارع الاسكندريه يدعون الخرق فوق وجوههم. الناس كانت حاطه خرق قماش فوق دماغها في الاسكندريه، لان الاسكندريه تلت مبانيها كانت قصور بيضاء، اقمر كده. امال هو الاقمر اتسمى الاقمر ليه؟ حاجه بيضه كده زي القمر، كويس كده. فمن كتر الشمس بتعكس من الماربل ومن الرخام العظيم اللي في كل حته في اسكندريه ده، الناس ماشيه مش قادره تفتح عينيها من كتر الاضاءه الجامده، فكانوا يضعوا على وجوههم الخرق زي الخرق اللي انتوا بتحطوها دلوقتي. بس انتوا بتحطوا دلوقتي خرق ايف سان لوران وخرق بوليس. ايه بوليس؟ بوليس يا عم، بوليس. مفيش بوليس، مفيش ماركه في النضارات اسمها بوليس، اسمها بوليس. ودي برضو مني انا اهو، والكلمه اللي بطالب بيها ارجوكم يا شرطه مصر يا عظيمه، ها شيلوا كلمه بوليس بالانجليزي من على التيشيرتات بتاعتكم. احنا مصر، مصر ومصر لغه عربيه، ارجوك اكتب بوليس بالعربي. ها حماه اللغه العربيه قاعدين معانا اهو، فشيل كلمه بوليس بالانجليزي لو تسمح. انا متربي في فيكتوريا كوليدج، من حضانه لثانويه عامه كنت في فيكتوريا كوليدج في اسكندريه، ما عنديش ادنى مشكله. ومستر ديفيد توماس طلعني على المسرح وخلاني امثل جوليوس سيزر، يوليوس قيصر. اي نعم كنت طالع دور الخدام بتاع يوليوس قيصر، وكانوا اربع حروف بس، كنت اقول اربع جمل، لكن برضو البنات سقفت لي ثلاث مرات. طيب نرجع نشوف، يا سلام على العين دي السودة الجميله. وات ا واي تو اند ليكتشر، يعني نخلص المحاضره بالجمال ده كله بعد العايه والمعده والمخ بيطلع، المخ بيخش. اتفضل، يا سلام، شكرا، اتفضل. جديدة دي لسه طازة دي، لسه الفيلم ما اتعرضش. يا عيني عليكي، يا عيني عليكي. بتعدي على اختبار جامد صح؟ انجلينا جولي. مش لاقي عليها خالص، هتمشي بعدين. خلاص هي هتعمل الفيلم ده وباي باي. لا، كليوباترا مش محطمة الرجالة بس، دي محطمة الرجالة ومحطمة الأمم ومحطمة الدول ومحطمة العظماء وكمان محطمة الممثلين. البنت قاعده وعيني بدات الفيلم، جالها اللي جالها وربنا يعافيها ويعافي الجميع، لان طبعا جالها مرض خطير جدا، وهي طبعا بتواجهه والدنيا كلها بقى بتقول برافو عليك ان انت واجهتيه وحاجات زي كده. وبراد بيت طبعا، براد بيت كلكم طبعا، الحسد بتاع عينيكو. اتفضل. سيسل بي دي ميل عمل كليوباترا، ودي مفاجاه ما كانش في ناس كتيره تعرف ان سيسل بي دي ميل اللي عمل الوصايا العشره عمل فيلم كليوباترا. كلوديت
بطولة كلادات، واضح انها كانت فرنسية عايشة في انجلترا ولا امريكا. اتفضل. ده فيلم مش مشهور قوي طبعا. الاستاذة بتاعتنا طبعا. مين لميس؟ هميس قصدي. مين هميس؟ مفيش حاجة اسمها هميس في التاريخ. اتفضل. Not bad, not bad, not bad. سلافة وخرجي. ودي لما انا خطها في صباح الخير مصر عشان مسلسلها الغريب كليوباترا. والمسلسل ده زي ما احنا كلنا فاكرينه كان فيه اخطاء ساذجة جدا، زي مثلا هي كليوباترا داخلة غرفة العرش وهي لابسة كعب طويل. هلو، ما كانش فيه كعب طويل ايام اليونان. نمرة اتنين، هي داخلة في انا بستغرب انها تاريخ، يعني على حسب ما انا فهمت هي تاريخ.